يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح، ابدأ يوم وتصح. خلينا نبتدي يومنا دايما عندنا طاقة إيجابية، إن بكرة إن شاء الله مهما الواحد شاف، مهما الواحد عدى يعني بتحديات، بحاجات، بأخبار مش لطيفة، ببعض الظروف اللي بنبقى ساعات ما عندناش أي خيارات فيها مش بإيدنا، لكن بالتأكيد إن شاء الله إن شاء الله كل يوم يبقى أفضل، وبكرة بالتأكيد دايما أحسن. صباح الخير يا أيه. صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام في كل مكان. النهاردة وزي كل يوم كده نروح ناخد جولتنا في أماكن مختلفة ونشوف سبب وأصل تسمية عدد من الحاجات والأماكن والشوارع والمناطق والمحافظات في بلدنا. النهاردة نروح لواحد من أشهر الشوارع في القاهرة، وهو شارع قصر العيني. السبب في تسمية الشارع ده بسبب أنه كان فيه هناك قصر موجود بيملكه الأمير شهاب الدين أحمد ابن العيني، وده كان في العصر المملوكي سنة 1466. ده كان من الأثرياء وكان مقرب من السلاطين والأمراء، وكان محبوب كمان من الناس. بنى القصر بتاعه هناك، والقصر ما كانش في شكله الحالي، يعني هو كان في البداية أول ما اتبنى كان عبارة عن دورين زائد الدور الأرضي. ده كان زمان خالص يا أسماء، أول ما اتعمل وعدى بكتير من التغييرات. لا كمان اللطيفة ما تقعدي تقري، يعني هو القصر بتاعه اتاخد بعد كده وعدى بقى في مجموعة تغييرات كتير، لكن الجميل ان هو تقري اخرته كان فين. كان قاعد في مكة، وبعد كده اتوفى في المدينة المنورة، دفن في البقيع. يعني ربنا يكرمه ويرحمه ويكتبها لنا جميعا، ان الواحد يبقى ده اخره. لكن خلينا نرجع تاني للقصة، قصة شهاب الدين أحمد عبد الحميد العيني مرة تانية، أو زي ما بيقولوا كده القصر العيني. عد زي ما قلنا عدى بمجموعة كبيرة من التحويلات قبل ما يتحول إلى أشهر مستشفى في مصر. بيقولوا إن في عهد المماليك مثلا، في ناس بيقولوا إن هو تحول لمقر الحكم، في ناس تانيين كان بيقولوا لا ده كان سجن حربي. وكمان في العهد الحملة الفرنسية كان مستشفى. فيمكن أنا بقول إن دي ممكن تكون سر التسمية، لما بيقولوا القصر العيني الفرنساوي مثلا، فيبقى علشان كده امتدت لغاية دلوقتي إن هو قصر العيني الفرنساوي. لكن الأكيد واللي لسه موجود لغاية دلوقتي إن هو من أقدم وأعرق الجامعات والمدارس الطب. وبالتاكيد احنا دايما بنتكلم كده، حتى لما يكون واحد بعد الشر على حضراتكم، يعني حد تعبان ولا كده، دكتور ده قصر عيني، لا يبقى تمام، ده يعني بيبقى شهاده. اه بالظبط، شهاده جوده. فبالتاكيد حاجه من اجمل واعرق المدارس او مدارس الطب في مصر. ويعني اشتهر بقى ان هو مدرسه طب، او بدا الصله دي كان في عهد محمد علي. ويمكن زي ما انت بتقولي تحول لمستشفى في فترة الحملة الفرنسية لاستقبال الجنود الفرنسويين كمان، لكن قبلها هو كان مقر الحكم في أواخر عهد المماليك. وكمان العثمانيين لما دخل السلطان سليم الأول واحتل مصر، قعد فترة كده مؤقتة من الزمن كان القصر ده كمان هو مقر الحكم وقتها. ويمكن حاجة كمان مش معروفة قوي عن القصر ده، انه خرج او شيع منه جثمان الجنرال كليبر، عارفينه اللي قتله سليمان الحلبي، يعني حاجه من اشهر الوقائع في التاريخ المصري. طبعا القصر اتهدم طبعا، واتبنى مكانه المستشفى بادوارها بقى الكتير. زي ما اقول لكم كان في الاول دورين ودور ارضي، فاتبنت المستشفى واتسمت قصر العيني الفرنساوي سنه 1837. دي كانت قصه شارع قصر العيني. خلونا بقى نروح من القاهرة نطلع على سيوة. واحد من الأشهر الأماكن الأثرية والسياحية التابعة لمحافظة مطروح، وهو معبد اسمه معبد آمون أو معبد التنبؤات. المعبد ده موجود من قبل الميلاد بالمناسبة. اللي بناه أو اللي عمله هو الملك أحمس الثاني، بناه سنة 570 قبل الميلاد. إيه قصته بقى؟ قصة المعبد ده أنه آلاف من الناس حوالين العالم بيروحوا هناك علشان يحاولوا يعرفوا لمحة من مستقبلهم، يعني كأنهم كده بيوشوشوا الوضع. لا هو كمان من أهم المعابد الخاصة بالإله أمون، وبيقال وهو كمان بيسمى على فكرة معبد الوحي، لأنه بيقال إن هو ده بينزل فيه الوحي هناك كان على الإله أمون، وله قصص كتير الحقيقة. لكن هو من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها، خصوصا علشان هو مرتفع عن سطح الأرض 30 متر، فوانت واقف هناك بتشوف مشهد من شايفين المنظر،
يعني مشهد زي ما يكون مرسوم. يعني الطبيعه عندنا يا جماعه زي ما تكون مرسومه، لوحه جميله جدا جدا للواحه بجبالها بقى ومنازلها ومزارع النخيل والجبال. شايفين المنظر؟ يعني احنا عندنا كل حاجه في مصر حلوه قوي، لكن خلينا نعرف اكتر بقى عن اهميه هذا المعبد، معبد التنبؤات، وحكايه بقى الوحي، وحكايه كمان ان هو بيشهد بعض الظواهر الفلكيه الهامه اللي هي الاعتدالين وتعامد الشمس وحاجات كتير جدا جدا. معانا على التليفون الدكتوره غاده عبد المقصود، المدرس بقسم الاثار المصريه بجامعه القاهره. صباح الخير يا دكتوره، اهلا بحضرتك. صباح النور يا استاذه ايه، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخلينا نبتدي من هذا المعبد، معبد التنبؤات، وقول لنا بقى ايه اهميه هذا المعبد وايه قصته، وكمان بقى مجموعه الظواهر الغريبه او الفلكيه اللي بيشهدها وظاهره الاعتدال الفلكي. اتفضلي. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، طبعا معبد الوحي في سيوه او ما يطلق عليه اسم الامونيوم نسبه الى المعبود امون، بيعتبر واحد من أشهر المعابد القديمة على الإطلاق، في واحدة من أشهر الواحات المصرية على الإطلاق برضو. طبعا في واحدة من الواحات المصرية الخمسة اللي في الصحراء الغربية الرئيسية، وبتشتمل على مجموعة كبيرة من الآثار اللي بيرجع معظمها إلى العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، وبنجد إن هي أطلق عليها قديما اسم ثا أو ثاي، وبيشير الاسم ده ربما إلى الواحة أو إلى المدينة الرئيسية فيها، واستمر ذكرها في المصادر القديمة في الفترة الرومانية باسم جوبيتر أمون أو واحد جوبيتر أمون، لأن الرومان ربطوا المعبود أمون عندنا بالمعبود جوبيتر المعبود الرئيسي بتاعهم. وفيها مجموعة من الأثار المهمة زي جبل الدكرور والمرائي والزيتون ومعبد أم عبيدة وجبل الموتى طبعا، بالإضافة طبعا لمعبد الوحي الشهير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. المعبد بناه الملك أحمس الثاني أمازيس من الأسرة 26 أو ما يعرف باسم العصر الصاوي، واستمرت في الإضافات بعد كده. يعني كان دايما عندنا المعبد بيتبني في فترة معينة والملوك اللاحقين بيعملوا فيه إضافات، وتم تشييده على صخرة أغورومي مرتفعة زي ما حضرتك فضلتي وقلتي، بيبقى من هناك ممكن الواحد يشوف بانوراما او شكل رائع. طب هل فعلا تم تتويج او يقال ان تم تتويج الاسكندر الاكبر هناك في المعهد ابنا للاله امون في مرحله من المراحل؟ هل ده فعلا كان حصل؟ هو اصلا المعبد من ساعه بنائه حضرتك هو خد شهره عالميه في العالم القديم، يعني هو النهارده مرتبط لينا بالاسكندر، بس هو من قبل الاسكندر هو كان مشهور بنبوءاته في العالم القديم. هو كان يا دكتوره كمان مشهور بصدق تنبؤاته، يعني هل ده كان حقيقي؟ يعني في التاريخ القديم ما قبل الميلاد كتير من القصص اللي بتقول انه كتير من التنبؤات فعلا اتحولت لحقيقه، وده اللي خلى الملك احمس يبني هذا المعبد. هل هذه القصص هي كانت حقيقيه ولا هي مجرد اساطير؟ هي حضرتك في العالم القديم بعض الحقائق ساعات بتتداخل مع الاساطير، يعني احيانا كتير بيبقى من الصعب علينا ان احنا نفصل ما بينهم بشكل تام، اقدر اقول ان دي حاجه حقيقيه او ان دي حاجه اسطوريه، بالاضافه لكده ان في الاساطير في معظم حالاتها بتبقى مبنيه على حاجات حقيقيه، ما بتبقاش مبنية على حاجة خيالية في معظم الوقت، وبيتم بعد كده عمل إضافات أو بيتم بعد كده عمل نقدر نقول صياغة للأحداث وإضافة بعض الأحداث الأسطورية اللي تديها بقى الشكل الأسطوري بتاعها. فالمعبد في عهد أحمس الثاني أمازيس بنجد إن في ملك منطقة اسمها ليبيا زي ما هيرودوت بيقول لنا، بعت لأحمس يقول له أو يعني بيطلب منه إنه يستشير الوحي علشان يقول له على نتيجة الصراع بينه وما بين الملك الفارسي كورش، عشان يقول له هو هينتصر ولا لأ في الحرب أو إيه اللي هيحصل. وهنا صدقت النبوة، قال له هتتهزم في ليبيا بس هتبقى ملك مصر، وبالفعل بقى أحمس ملك مصر وقتها، فعشان كده يمكن هو بنى هذا المعبد اللي لحد النهارده صيته وشهرته عالميا موجود. الناس بتيجي من كل العالم، آلاف من كل دول العالم بيجوا لحد النهارده يزوروا هذا المعبد. شرفتينا، شكرا جزيلا دكتورة غادة عبد المقصود، المدرس بقسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة. أماكن كتير، مصر مليانة أماكن في غاية الروعة، أماكن ليها تاريخ وحضارة أقدم من الأرض، من كوكب الأرض كله. مصر كانت هي مهد الحضارات. صباحكم خير وتفاؤل وحب، وتعالوا نبدأ حلقة جديدة من 8 الصبح. ابدأ يومك صح. بالـ200
وبس. إذاعة جمهورية مصر العربية. المنانين يهدف صبح إشراق. إذاعة جمهورية مصر العربية. صباحك مع السلامة. صباح الصباح محلاه والشمس جاية. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر في أحسن ناس. رياض الأصبجي في أنا المصري. وقراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. وهنرصد آخر جهود الدولة لتطوير زراعة الأرز. وهنناقش تفاصيل إطلاق أول منتدى مصري للاستثمار البيئي. ونصايح خاصة لطرق تحقيق الأهداف والاستفادة من تجارب الآخرين. وأخيراً كل ما يخص عربيتك في 8 الصبح موتورز. رحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي بقى سريعا الحلقة زي ما احنا متعودين بحالة الطقس. نشوف النهاردة البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بيقول لنا ايه، خصوصا ان احنا اليومين اللي فاتوا طبعا كنا بنشهد طقس غير مستقر الى حد بعيد. امبارح شفنا امطار، وده وقت طبعا لا ما كانش فيه او مش متعودين عن الامطار والرياح المحملة بالاتربة والعاصفة دانيال وما الى ذلك. فخلينا نشوف النهاردة الطقس بيقول ايه، او هيئة الأرصاد الجوية بتقول لنا هيكون في ان شاء الله استمرار في الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. هيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء جنوب الصعيد. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن هيشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق. يعني احنا بنتكلم لسه في استمرار في الرياح من امبارح الحقيقة بنشهد هذا الموضوع، وفي كمان كانت محملة بالأتربة، فواضح ان لسه النهاردة في استمرار لهذه الرياح في بعض المناطق. وكمان هيكون في فرص للأمطار هتكون خفيفة ان شاء الله لمتوسطة احيانا على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، وسط سيناء، وفرص كمان لأمطار خفيفة على الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. خلينا نشوف المزيد من التفاصيل من آية. شكرا لك يا اسماء. الطقس الغير مستقر اظنه لسه مكمل معانا كمان النهارده، ربما يستقر ان شاء الله في الايام المقبله، لكن اكيد ده طقس غير معتاد لانه التغيرات المناخيه اسرع مما كنا نتوقع. يعني التغيرات اللي بنشوفها، وانه كمان خبراء الاقصاد بيقولوا انه اللي حصل من اعصار دانيال والتدميرات والكوارث الانسانيه والخسائر الإنسانية وطبعا في البنية التحتية هناك، ده شيء ما حصلش أبدا قبل كده. فده بيقول أو بينذر بتغييرات مناخية هتكون عنيفة على كوكب الأرض بالكامل. على كل يعني ربنا يستر طبعا، وخلونا نتابع تفاصيل درجات الحرارة النهاردة العظمى والصغرى. النهاردة هتكون كام على محافظات الجمهورية المختلفة في هذا البيان. النهاردة مع انخفاضات درجات الحرارة عن الأسبوع اللي فات، يمكن القاهرة بتسجل 33، والعاصمة الإدارية برضو بتنزل أكتر كمان 3 درجات في العلمين الجديدة ل 30 درجة العظمى. وطبعا ما زلنا في فصل الصيف، حتى يعني رسميا أو فلكيا ما زلنا في فصل الصيف، لسه فصل الخريف ما بدأش. والخريف أصلا معروف كمان بتقلباته الجوية اللي هتكون واضح ان هي اشد عنفا من اللي موجود دلوقتي، لانه بما اننا في فصل الصيف والجو عامل كده، فالخريف هيكون شكله عامل ازاي. ربنا يستر من الخريف والشتاء الجايين، لانه بيبقى موسم لانتشار الفيروسات او الانفلونزا، الاصابه بنزلات البرد. الموضوع هيحتاج اكيد عنايه مننا جميعا، ناخد بالنا من نفسنا ومن صحتنا، نرفع المناعه. فان شاء الله ربنا يسلم. خلونا نكمل متابعه لباقي درجات الحرارة. النهاردة دمياط 32، مدن القناة عند
بورسعيد 31، إسماعيلية بتسجل 34، النهاردة هي ومدينة السويس. شرم الشيخ والغردقة اللي دايما بيسجلوا درجات حرارة مرتفعة، وكانوا يمكن من يومين بالظبط بيسجلوا 40 أو 41 درجة، النهاردة بتنزل فيهم درجات الحرارة عند 37. في تباين كبير ما بين العظمى والصغرى، بيوصل لحوالي 9 درجات أو 8 درجات، الصغرى هتكون عند 30 في شرم الشيخ. في طابة 36، والفيوم 34، بني سويف 34. نتجه للصعيد، هنلاقي المنيا 35 درجة، وأسيوط دي درجات حرارة منخفضة طبعا بالنسبة لمدن الصعيد، خاصة أنه كلما اتجهنا جنوبا احنا متعودين أنه بترتفع درجات الحرارة. الأقصر وأسوان على مدار شهر أو موسم الصيف بالكامل كانوا بيسجلوا أعلى معدلات في درجات الحرارة، فيا ترى النهاردة هتكون فيهم درجات الحرارة عاملة ازاي، خاصة مع انخفاضات درجات الحرارة تنخفض فيهم الدرجات بشكل ملحوظ. أسوان النهاردة 38 درجة، الأقصر 37، الوادي الجديد 38، وحلايب وشلاتين أيضا عن 36 و34. وأنا أظن يعني أكاد أجزم أنه أسوان من بداية موسم الصيف حتى الآن لم تسجل مثل هذه الدرجة، 38 درجة من بداية الصيف ما حصلتش في أسوان، دايما بتكون أعلى من كده، فده بيقول أنه درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، في رياح كمان محملة بالرمال والأتربة. وخلونا نطمن على حالة الجو بما أنه طقس مختلف غير معتاد في فصل الصيف. معايا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار، أهلا بك. صباح الخير على حضرتك أستاذة آية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. طمنينا على حالة الجو النهاردة، خاصة مع وجود رياح محملة بالرمال والأتربة كانت موجودة على مدار اليوم امبارح. بعض المدن الساحلية كمان تأثرت بشكل كبير زي الإسكندرية، كان في ضبابية للرؤية بشكل أكبر من المعتاد، فطمنينا النهاردة أخبار الجو هيكون إيه؟ لا احنا نطمن طبعا كل استاذنا المشاهدين، لان احنا من اليوم هنبدا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه، رغم ان لسه المنخفض الجوي بيأثر علينا، هيتجه باتجاه المناطق الشرقيه بشكل كبير اليوم. هنبدا المنطقه الغربيه تتحسن، يعني تبدا الاحوال الجويه تتحسن، فرص الامطار تقل، لكن لسه معانا اليوم فرص امطار ما بين خفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه، وخاصه المحافظات المطله على البحر المتوسط من الجهه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كمان امطار خفيفه على بعض الاماكن من وسط سيناء، بعض الاماكن من خليج السويس، مدن القناه، ممكن كمان بعض الامطار الخفيفه توصل لمناطق من الوجه البحري او فرص ضعيفه جدا لامطار خفيفه في القاهره الكبرى. لكن في مجمل امطار اليوم غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ومفيش منه ضرر تماما في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان الاتربه والرمال المطله الحمد لله زالت من معظم محافظات الجمهوريه. هيبقى فقط وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 35 كيلومتر على الساعه، ده هيلطف الاجواء بشكل كبير ويخلينا نحس بنسب رطوبه اقل ودرجات حراره اقل، خاصه فترات المساء. يمكن احنا كمان بدأنا من أمس انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات عن موجة ارتفاع درجات الحرارة، بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، متوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة وعظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32-33 درجة مئوية، والانخفاض ده بيشمل كافة محافظات الجمهورية، يعني الحمد لله كافة المحافظات بدأت تدريجيا درجات الحرارة فيها تعود للمعدل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في شهر 9 فترة النهار، وكمان فترات الليل هنحس فيها بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية ونسمات الهواء اللطيفة إن شاء الله فترات الليل. الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ومع غدا الخميس إن شاء الله تبدأ فرص الأمطار وكميات الأمطار تتلاشى من كافة مناطق الجمهورية، ويكون في استقرار تام في الأحوال الجوية واستمرار التحسن في درجات الحرارة إن شاء الله حتى يعني ممكن نقول مطلع الاسبوع القادم او منتصف الاسبوع القادم على الاقل. هل هتعاود الارتفاع مره اخرى درجات الحراره، ولا هتفضل عند المعدلات دي لحد ما نستقبل فصل الخريف؟ لا هي وارد يحصل فيها بعض الارتفاعات الطفيفه ثم تعود مره اخرى للمعدلات حتى انتهاء فصل الصيف، يمكن كمان على مدار شهر 9 بيبقى فرص لان احنا يكون فيها بعض الايام فيها ارتفاعات طفيفه في الحراره ثم تعود تاني للمعدلات اللي هي بتبقى حوالي 33 32 درجه مئويه.
عظيم. شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. يعني طمنتينا بشكل كبير على حالة الجو النهاردة، مش هيكون في تأثيرات على الملاحة البحرية، الأمطار مش هتكون مؤثرة خالص على المدن المصرية، وإن شاء الله من بكرة تبتدي الأحوال الجوية في التحسن الملحوظ. صباحكم خير وفل. تعالوا بقى نشوف المرور أخباره إيه النهاردة في بداية اليوم. هل في مناطق أو طرق أو شوارع بتشهد كثافات غير معتادة؟ هنشوف مع حضراتكم من خريطة جوجل، لأنه في العادة بتبقى في بعض المناطق متعودين أنه بتبقى فيها كثافات مرورية، زي مثلا كوبري أكتوبر، المنطقة الواقعة تحديدا أعلى محطة مصر، ومثلا عند المحور النازل من المحور مرورا بأسفل الدائري وهكذا. ده مطلع أكتوبر، الاتجاهين بيسيروا بشكل جيد جدا، مفيش أي كثافات في العباسية ولا وسط البلد بالكامل. شارع رمسيس بيشهد بعض الأحجام المتوسطة، كوبري غمر عليه أحجام برضو متوسطة غير مؤثرة تماما على حركة المرور على الكوبري. ابتدت تظهر كثافات فوق كوبري أكتوبر في المنطقة المعتادة فوق محطة مصر. وصولا بقى لنزلة الكورنيش، تنزل كده الكورنيش وانت معدي قدام وزارة الخارجية، مفيش أي أحجام مرورية، تطلع الكوبري الدنيا تمام. بس اللي راجع بقى واللي جاي اتجاه العكسي، منطقة الأعمال والتوسعة فوق 15 مايو هي اللي فيها بعض الكثافات. العجوزة والزمالك والمهندسين بالكامل مفهومش أحجام مرورية، لكن المنطقة المعتادة أيضا القادمين من المحور نازلين المهندسين أو ميدان لبنان مرورا بأسفل الدائري، دي بس اللي فيها النهاردة كثافات. الاتجاه العكسي بيسير بشكل جيد جدا، والدائري المتقاطع مع المحور رائع في الاتجاهين. توصلوا بألف سلامة يا رب، وبتمنى لكم رحلات مرورية سعيدة وسالمة. وتعالوا نتابع متوسط الأسعار لهذا اليوم، أسعار الخضروات والفواكه، وكمان نتابع مواعيد الصلاة. Bye.
نهارك سعيد. مرحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي بقى سريعا أخبارنا. طبعا على مدى اليومين اللي فاتوا تابعنا الإعصار المدمر دانيال اللي ضرب السواحل الليبية. بالتأكيد بنتوجه لكل أهالينا هناك بكل أو خالص العزاء. أعداد كبيرة ممكن لغاية دلوقتي ما فيش أعداد يعني حصرية أو يعني أرقام مؤكدة، لكن في كلها بتشير إلى أرقام كبيرة جدا، سواء كان بقى في يعني اللي ربنا يرحمهم طبعا الشهداء أو المصابين المفقودين في أعداد كبيرة. فطبعا المصاب جلل، وبالتأكيد دايما مصر بتكون بجانب أشقائها في كل الأزمات، مش بنتكلم فقط طبعا عن ليبيا، لكن كل الأزمات اللي عدت في العديد من الدول العربية على مدى الزمان دايما مصر كانت بتكون في جانب أشقائها، أو سواء حتى الدول الشقيقة أو الصديقة. هنرجع لكورونا وغيرها الحقيقة، مش من مجال الذكر حاليا، لكن بالتأكيد مصر كانت بجانب شقيقتها ليبيا في هذا الحدث والمصاب الجلل، وتنفيذا بالتأكيد لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف أثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية ومتجهة بالتأكيد إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية اللي بتشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، كمان بالإضافة إلى أعداد كبيرة جدا من الخيام وأطقم البحث والإنقاذ وعربة إنقاذ ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر. وطبعا ده للمساهمة في أعمال البحث اللي هي جارية حتى الآن، والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر اللي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. كمان هذه المساعدات بالتأكيد تأتي لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، فدايما بنأكد أن مصر دائما تكون في جانب العديد من الدول في كل المصاب أو كل الحوادث، ربنا ما يكتب يا رب علينا أبدا، ودايما يديم عز مصر ودايما نكون بجانب أشقائها. مرة تانية بنتوجه لكل أهالينا في ليبيا خالص العزاء لكل الضحايا، وربنا إن شاء الله يمن بالشفاء على كل المصابين. تعالوا نروح بقى لتطوير المواني المصرية، خطة يعني اتعملت بشكل غاية في الاحترافية. وزارة النقل عملت مشروعات في تطوير المواني المصرية، واحد من أهم هذه المشروعات اللي نفذتها الوزارة كان محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. المحطة دي محطة كبيرة بيتم استخدام فيها أحدث الأساليب التكنولوجية. الهدف في النهاية من تطوير المواني بشكل عام والمحطة دي كمان هو أن مصر تتحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. المحطة بتقدر تستقبل سفن عملاقة بشحنات أكبر من المعتاد أنه المواني تستقبلها في مصر. هتطور كمان من شكل وطريقة العمل داخل المواني المصرية. هذه المحطة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف 55-62 على مينا اسكندرية، استقبلت أول سفينة على رصيفها الجنوبي، أول سفينة بضائع عامة بتستقبلها المحطة من أول ما بدأ تشغيل المحطة تجريبيا في فبراير الماضي، وكان طبعا افتتاح رئاسي حضره السيد الرئيس في يونيو الماضي. حمولة أو الحمولة الكلية للسفينة اللي استقبلتها المحطة حوالي 56,000 طن، طولها حوالي 190 متر، والغطس بتاعها داخل المياه حوالي 11 متر. تم تفريغ أكثر من 680 طن من المواسير من على ظهر السفينة لسيارات العميل، ده طبعا حصل بواسطة أوناش السفينة مع اتباع كل إجراءات السلامة والصحة المهنية وتحت إشراف طاقم عمل المحطة، إدارة بقى التشغيل وإدارة الصيانة اللي تم تعيينه وفقا لأعلى المعايير والاختيار، وتم تدريبهم على أعلى مستوى عشان تتحقق أقصى جاهزية للتشغيل وتتحقق كمان أفضل المعدلات العالمية في الأداء. استقبال السفينة دي أول سفينة بتستقبلها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض،
على رصيف المحطة ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من أول ما تم افتتاحها. وطبعا إدارة التشغيل والتسويق في المحطة بتكثف من جهودها لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وكمان بحث سبل التعاون المشترك معاها، وده اللي بيساهم أكيد في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زيادة معدلات الإيرادات، وده بيبقى استغلال أمثل لرصيف المحطة والمعدات اللي هي بكفاءة عالية جدا، يساهم كمان في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة. كان لازم النهاردة نقول خبر ده خبر مهم جدا، كون هذه المحطة متعددة الأغراض، محطة بتنقل طريقة وأداء عمل المواني المصرية لمستوى أعلى لمستوى عالمي بجودة عالمية. فالنهاردة أو يعني كانت بتستقبل هذه المحطة أول سفينة حاويات عملاقة. خلونا نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم بأي أخبار. حضراتكم من جديد، تعالوا نتابع آخر وأهم الأخبار واستكمالا لمتابعة الأخبار النهاردة من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا بك. صباح الخير أستاذ بحضرتك. البداية من جريدة الوطن، مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب. الرئيس السيسي يوجه بدعم فوري لإغاثة المتضررين في ليبيا والمغرب، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي شكرا لمصر على الجهود الصادقة، والملك المغرب محمد السادس موقف القاهرة محل تقدير. ما يحدث من مصر كدولة وشقيقة كبرى للدول العربية والقارة الأفريقية ليس بغريب، ده موقف مصر دائما تجاه الأشقاء. شفت ازاي دور مصر والتوجيهات السريعة من السيد الرئيس بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في كل من ليبيا والمغرب؟ طبعا للأسف قدام مأساة كبيرة جدا، يعني لغايه النهارده لغايه اللحظه دي ممكن نقول 10,000 شهيد في البلدين. وما زال بحث جاري لسه طبعا. خلص التعازي لاسر الشعبين، لاسر الضحايا في الشعبين، وكل الامنيات بالشفاء العاجل يعني للجرحى والمصابين. لكن ده قدر مصر الطبيعي اللي لم تتخلى عنه في اي موقف ولا في اي لحظه ولا في اي حادث ولا في اي حادثه على مدار عشرات السنين، لدرجه انه في ازمه الفيضانات في السودان لا في مره كده كان 182 طن مساعدات في يعني في اول طلعه كده، وبعديها كان الخمسة مليون بتوع الملاريا مع لبنان مع غيره، مع دايما حتى في ازمه كورونا كنا احنا بنعاني ومع ذلك وقفنا جنب الاشقاء. لكن خلينا نعرف الحداد اجراء بتتخذه الدوله لما يبقى في حزن في حادث معين، لكن لما تتخذه لدوله تانية يبقى في حزن وتضامن في نفس الوقت. احنا العلاقات بيننا وبين البلدين على اروع ما يكون، يعني احنا وليبيا قبائل على الحدود نسب ومصهره، كلنا عارفين اولاد علي وعارفين الفوائد وعارفين القزازفه وعارفين الرمايحه، قبائل مشتركه بين البلدين. مليون ليبي في مصر من ساعه الازمه في ليبيا، 332,000 مصري في ليبيا رغم الاحداث اللي حاصله، وادي شهداء موجودين في الحادث مصريين. يعني في المغرب لنا 12,000 مصري مقيم، وعشان كده كان سافرنا في ماتش الوداد كان طالب 10,000 تذكره، كانت الناس بتسال هو كل ده لمين؟ مش معقول اللي رايحين من القاهره يزيدوا عن 10,000، لكن كان بيطلب للجاليه المصريه هناك. عندنا اكثر من 14,720 مغربي ومغربيه في مصر، 1,000 منهم رجال والباقيين سيدات كلهم متزوجات تقريبا من مصريين. في 17,000 طفل كلهم منتسبين للجنسيه المصريه للاب. فعايز اقول العلاقات مصهره ودم، لانه كمان احنا وقفنا جنب الدول دي للحصول على استقلالها وتنميتها وبنائها، لكن هما كمان في حرب اكتوبر احنا فاكرين ليبيا طائرات الميراج والميج هما اللي اشتروها، وهما اللي اشتروا مضخات اللي حطمنا بيها الساتر الترابي، خدوها لاسباب تخص الزراعه وبعد كده جابوها لمصر عشان كانوا مش في دول مش عايزه تبيع لنا سلاح. المغرب التجريده المغربيه صحيح راحت للجبهه السوريه، لكن عندنا 170 شهيد مغربي لانه بعتوا 11,000 جندي.
فالعلاقات مصهرة ودم وعلى يعني على أكبر وأروع ما يكون. وبالتالي طبيعي أن مصر تقف هذا الموقف اللي وقفته في أي حادث بيحصل من المحيط إلى الخليج، من الموريتانيا إلى البحرين، لم تتخلف مرة ولن تتخلف مرة، وربنا ما يجيب أحداث سيئة يا رب إن شاء الله. باستمرار مع الوطن وصفحة واحد، الحكومة تستعد لإطلاق خطة تنموية شاملة في شمال سيناء. ما تقولي تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على الإرهاب. يمكن كنت بتكلم مع حضرتك في الفصل قبل ده أن الواحد من وهو في ابتدائي، يمكن فهو في المدرسة وهو صغير، كنا بنسمع دايما عن الخطط الخمسة والخطط لتنمية سيناء، لكن ما كانش فيه أي حاجة بتحصل على أرض الواقع. لكن طبعا الموضوع اختلف بشكل كبير دلوقتي، الدولة نجحت بشكل كبير جدا، واجهت رقم واحد التحديات وكان أهمها بالتأكيد القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والضمانة الحقيقية، علشان ضمان الاستمرار وتحقيق الاستقرار بالتأكيد التنمية، أن يعني يبقى في عندنا خطة متكاملة للتنمية. وطبعا هناك توجيهات من القيادة السياسية بخطة تنموية شاملة في شمال سيناء. خلينا نتكلم على هذه الخطة المتمثلة في مشروعات سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية. اللي بيحصل، وعشان كده اللي حضرتك قلتيه ده مبرر ان احنا نوصف اللي بيحصل هناك بانه واحد من احلام المصريين المؤجله، لانه فعلا 40 سنه وبنتمنى ان سيناء يحصل فيها حاجه، وبنسمع كلام وضجيج بلا طحن، ومش فيش حاجه بتحصل الا من 2014 2015 للنهارده، لان اللي بيحصل هناك اسطوري. احنا قدام 61 الف كيلومتر، بس عشان الناس تتخيل ده 6 مرات قد بلد بنحبه جدا اسمه لبنان، يعني احنا سيناء دي قد لبنان 6 مرات، قد كل المساحه اللي ساكن فيها المصريين من اسوان لاسكندريه. شوف كل المدن دي وكل القرى دي قد سيناء. فاذا عمرنا سيناء قدرنا نضيف يعني ضعف المساحه اللي ساكنين عليها، قدرنا نعمل امننا القومي، لانه طول عمرها بيعتبروها يد مصر الموجوعه، كل ما حد يحب يهدد مصر يضغط على هناك، وعشان كده تنميتها عامله ازعاج الأطراف يتفلقوا. هننميها يعني هننميها، بس اللي بيحصل فيها لازم المصريين يعرفوا انه اسطوري، لانه لما تتكلمي على 129 من اول كده، من اول ما تخش من عند الانفاق الاسطوريه اللي اتعملت اللي كل الناس عارفاها، لكن اول ما تخش الناس الدوله تمهد لك الطريق فتعملي 129 مشروع للطرق، 1034 كيلو متر في طرق بقى 5 مليار، يعني شرم الشيخ الرسوة ده 5 مليار لوحده كده خبط. في رقم لو قلناه الناس تتخيل بقى وتسرح لوحدها، لو قلنا انه بس اللي بيحصل في سيناء 5 مطارات تأهيل وتجديد بناء وتجديد، 5 موانئ بناء وتجديد، الناس تتخيل حجم اللي بيحصل. ان انت بتعملي مطار ميناء العريش، ميناء شارع بورسعيد، ميناء نويبع، وبعد كده ميناءين بري طابة والأنطرة، بتعملي 5 مطارات جديدة تأهيل وبناء، البردويل، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ وطابة. فتخيلي 5 مدن، 5 موانئ، 5 مطارات، انت بتعملي دوله بقى. وادي الطرق 129 مشروع، 57 مشروع كهرباء، 4 مليار جنيه في توصيل الشبكات بس مش المحطات. في محطات ميه بقى بتوصل 97 مليون زي الموجوده في العريش، تحليه بتاع عامله 10400 مسكن في رفح الجديده. شوف حضرتك بتكلمي على المعركه مع الارهاب، ده بيحصل وكانت المعركه، وفين في رفح يعني اللي هي في مثلث النار والجحيم زي ما بيسموه، مع العريش و اسمها ايه المدينه الثالثه دي اللي فيها المشاكل كلها، لكن الشيخ زويد مثلث الرعب ده، لكن عندك كان 2700 في 2700 فدان، بئر العبد الجديده 23000 فدان، واحده من اكبر مدن مصر اللي هي شرق بورسعيد. في التصنيع عامله يعني عندك مجمع الجفجافه 805 مليون جنيه تكلفة، 700 عامل مباشرين، 3 مليون متر مكعب صادرات من الرخام والجرانيت سنويا، 7 مليون مصنع العريش للأسمنت سنويا، المجمع الصناعات الحرفية 50 مليون، 240 مليون دولار بقى مشروع السكك الحديد الشركة الوطنية شرق بورسعيد. فالصناعة موجودة، كهرباء على الإسكان 22 مجمع بدوي، 18 في شمال سيناء، و4 تحلية المياه من بورسعيد للعريش لغايه بئر العبد، ما انا بقول محطه منهم 97 مليون بالظبط، عشان بس الناس تخيل حجم الانفاق. الاسكان 17000 وحده سكنيه لهيئه تعمير سيناء عاملاهم، ال 22 تجمع بدوي 18 شمال و4 في الجنوب، مدينه الاسماعيليه الجديده 57000 وحده سكنيه، 2 342000 نسمه،
200 شركه وطنيه مدنيه اشتغلت عليهم وزعت عليهم الاعمال الهيئه الهندسيه ل 80,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواق كانوا شغالين في الموضوع. 5,000 فدان قريه الامل. 4 بيارات اللي هم صحار السرابيوم اللي هي رايحه تنقل اهم مشروع في 2020 اللي هو المحسمه لمعالجه الميه اللي رايح مليون متر مكعب في اليوم. الناس لما تتخيل انه البياره الواحد 20 متر قطر والماسوره 4 متر قطر يعني دور ونص في 4 بيارات 420 متر الواحد عشان تروح وكمان بالميه العذبه مجتمعات او تجمعات متكامله اللي هي فيها زراعيه وصناعيه التجمعات البدويه بالظبط. ما هم دول 22 وفي 17 جايين عشان يوصلوا 39 تجمع متقسمين طبعا شمال وجنوب بالزبط. لكن لما نعرف انه يعني اخر احصاء لسكان سيناء الاصليين جنوب سيناء 114,000 في 23 و540 شمال سيناء نعرف ان لازم نوصل لل 6 مليون مواطن اللي احنا بنقول عليهم. بس دول سكان سيناء الاصليين بالزبط. في وافدين طبعا عايشين هناك لكن احنا عايزين نوصل بسيناء 6 مليون وبالتالي الطرق شغاله، الكهرباء شغاله، الصرف الصحي شغال، مياه الشرب، التصنيع شغال، الاسكان شغال وبالتالي هنعمرها اكيد. وبالتالي احلام المصريين بيتحقق وادي واحد من اهم احلامهم في الأربعين سنه اللي فاتت. هو كمان لانه اهالي سيناء اللي حرموا وعانوا كتير من ويلات الحروب على مر التاريخ في سيناء والارهاب كمان بفضل طبعا ربنا في البدايه والقوات المسلحه والشرطه واهالي سيناء اللي وقفوا خط دفاع امام الارهاب دلوقتي من حقهم بيتم تعويضهم زي ما بالظبط. طيب خلينا ننتقل في الصحف المصرية. مصر قبلة الدراسة للطلاب الوافدين 27,159 طالب في المرحلة الجامعية، 5,420 في الدراسات العليا، دول أو طلاب من دول السودان، فلسطين، سوريا، الأردن، السعودية والكويت هم الأكثر عددا في منظومة الطلاب الوافدين بمصر وتفاصيل المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية. كمان خصومات للطلاب الوافدين في مصر المتقدمين بالمبادرة المصرية للمنح الدراسية. على مر التاريخ يا أستاذ أحمد مصر تفتح ذراعيها أمام الطلاب من دول مختلفة، حتى أنه بقراءة التاريخ نلاقي أن في زعماء ورؤساء حكموا دول شقيقة كانوا في الأساس دارسين في الجامعات المصرية. ده حقيقي وكويس أن فتحت لنا هذه النقطة لأن كمان في جانب هنا التعليم العام التحية ممتاز مهتم بس التعليم العام لكن كمان التعليم الازهري اللي حضرتك اشرت اليه لانه عايز اقول لحضرتك في اولا دول اللي تقدموا اصلا 34,304 دول اللي تاخدوا منهم يعني كان المتقدمين اكتر بس الظروف ما كملش وفي 6,001 تعليم عالي ماجستير ودكتوراه دول اللي هيرجعوا زي ما حضرتك بتقولي بيبقوا مسؤولين كبار في بلادهم ومنهم رؤساء دول لكن كمان التعليم الموازي في الازهر عندنا اكتر من 46,000 طالب 26,440 طالب في التعليم العالي والباقي تعليم قبل الجامعي يعني عندنا 19,570 طالب في تعليم قبل الجامعي اللي بتقولي عليه حضرتك بقى عندنا 8,660 طالب من اندونيسيا بعديها تيجي ماليزيا 6,805 دول بقى اللي بيطلع منهم زي ما حضرتك بتقولي لان احنا ليه بنقول الارقام دي عشان نعرف بس الناس انه التأثير مصر الطاغي وقواها الناعمة وصل الى اقصى الارض يعني وصل الى يعني اندونيسيا ودول شرق اسيا عندنا في التعليم قبل الجامعي اكثر طلاب الاشقاء السوريين عندنا 5,529 طالب في الازهر لوحده لانه يعني طالت اقامتهم مشرفين ومنورين اهالينا وكل حاجه لكن اختاروا الازهر للتعليم اللي هيكملوا فيه لكن شوفي بقى عندك 105 دوله موجودين عندنا مدينه البعوث الاسلاميه موجوده في مدينه نصر او في العباسيه زي ما كان بيسموها زمان 43 عماره منهم 8 عمارات للطالبات اتعمل زيها في اسكندريه وبتعمل دلوقتي زيها في قنا فشوفي التوسع في التعليم للوافدين تحديدا عندهم كل طبعا هم لو مش لاقيين ودي نقطه لازم تبقى الناس واخده بالها منها لو هم مش لاقيين تعليم راقي ما كانوش جم يعني الناس مش جايه برضو للتعليم في مصر احنا الحمد لله عندنا دلوقتي 9 يعني كليات للذكاء الاصطناعي كان موجود في المؤتمر في شرم الشيخ في 2019 فعايز اقول ان احنا من بدري واحنا منتبهين لفكره الذكاء الاصطناعي والتعليم المعاصر التكنولوجي الحديث وبالتالي هؤلاء الطلاب لو مش لاقين في مصر ما يشبع رغبتهم في التعليم الراقي والحديث والموجود في بلاد تانية ما كانوش جم فالحمد لله ان احنا موفرين في التعليم العالي
ما يعادل التعليم العالي الموجود في جامعات أوروبا وغيرها. الختام من اليوم السابع صفحة 7، سيارات متنقلة لطرح الأدوات والمستلزمات المدرسية في القرى والميادين العامة، أجنحة بمعرض أهل المدارس الرئيسي لتوفير الملابس والأحذية، أسعار مخفضة تصل ل 30%، شنط المدارس تتصدر المشهد. يعني بنتكلم على مثل هذه المعارض، وخصوصا مع انطلاق طبعا المدارس والمستلزمات الدراسية اللي بقت يعني مش عايزة أقول بس هي مبالغ فيها بشكل كبير جدا من أول الكي جي، وكل طبعا أهالي وأولياء أو يعني الأبهات وكده المواطنين كلهم بيشتكوا الحقيقة من الموضوع ده. فإحنا بنتكلم يوم الجمعة إن شاء الله 15 سبتمبر الانطلاق لمعرض أهل المدارس، مش مقتصر بس على القاهرة أو اسكندرية لكن كل المحافظات، العديد من في بعض المحافظات 3 معارض، في بعضها بيصل لـ5. فخلينا نتكلم على أهمية هذه المعارض إنها تخفف شوية على أولياء الأمور بالتأكيد وتشيل العبء عنهم. وكمان الحاجات المهمة اللي لازم نلفت النظر كمان المصاريف الدراسية، الناس اللي عندها إعفاءات لازم برضو ممتاز لازم نفكر الناس بيهم، لأنه في ناس كتير ما تعرفش. أيوة. يعني بيقعد إعلام الشر يشتغل على الموضوع، والدولة أصلاً عاملة إعفاءات لأكثر من 20 فئة. بالضبط، يا ريت إن احنا برضو نحاول نذكر لازم نقولهم للناس، واللي يسمع يبلغ التاني، لأن بالزبط. في ناس مش قادرة، ممكن تبقى إمكانياتها وظروفها مش سامحة، فالناس تبلغ غيرها، لأنه ممكن يبقى جارك عنده نفس الظروف، قريبك عنده نفس الظروف، يا ريت اللي يسمعنا يبلغ الناس. يا ريت. ممكن نبدأ بيهم علشان ما ننساش. عندنا أبناء الشهداء طبعاً. أبناء الأيتام الأب اليتيم، أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والمهجورة، كل دول معفيين. أبناء السجين المفرج عنه حديثا من الرجال، أولاده معفيين. ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء حلايب وأبناء شلاتين وأبناء أبو رمادة في البحر الأحمر في جنوب البحر الأحمر، وأبناء شمال سيناء، واللي بيدرسوا في شمال سيناء حتى لو من خارجها، اللي بيدرسوا في التربية الخاصة، مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس تعليم البنات الخاصة ومدارس البنات في ظروف صعبة، كل دول معفين من مصروفات الدراسة. عظيم. وفي زيهم في التعليم العالي المتفوقين رياضيا والأوائل الثانوية العامة وأبناء الشهداء والمتفوقين اللي واخدين شهادات رياضية، والمتفوقين جوه الجامعة ممكن في سنة تانية ياخد تقدير فمعفى، وأبناء برضو الأيتام وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة واللي عندهم أمراض مستعصية، كل دول في التعليم العالي معفيين. فنرجو الناس اللي عارف حد يبلغه، لانه خلاص في ناس ممكن تبقى متعسره لغايه النهارده ما قدمتش، في ناس ما تعرفش كتير ان هم من الفئات المعفاه ما تعرفش. فنرجو انه يعني وكويس انه اتحتوا لنا الفرصه دي. بالنسبه للمعرض على خطى اهلا رمضان في اهل المدارس بعد بكره ان شاء الله في مدينه نصر المعرض السنوي، لكن الحمد لله ان وزاره التموين هتوفر الخدمه الى مستحقي، الى توصيل الطلبات الى الشوارع بقى من خلال هذه العربات المتنقله. نتمنى من الناس ونتمنى على الناس انها تفعل قانون العرض والطلب. انا جنبي يعني سياره متنقله بتوفر لي الخدمه باسعار اقل 30%، يعني اتعب شويه وامشي لغايه عندها بدل ما اجيب من الراجل اللي تحت البيت طبعاً. وبالاسعار الغاليه. لو عملنا كده الاسعار الغاليه دي هتنزل لوحدها. فنرجو من الناس يبقى عندها وعي بقانون العرض والطلب وتفعل. بس عايزه اشير لنقطه يا استاذ احمد برضو، فكره طبعا القوافل المتنقله وتوفير المستلزمات المدارس من اكتر من جهه في الدوله المصريه، يعني الوزارات المعنيه زي وزاره التضامن مثلا، وفي كمان مبادرات اخرى بنشوف صندوق تحيا مصر هو كمان بيستهدف الفئات الاولى بالرعايه، بنشوف مثلا حياه كريمه بتقدر توصل للقرى الاكثر احتياجا، ده بيكون تاثيره ايه على الامان الاجتماعي؟ لا تاثيره كبير جدا، بس بالشرط اللي احنا قلنا عليه ان الناس تفعل هذا القانون وتوظفه، لانه الدوله هي بتقدم احيانا الناس تكسل، ثقافه الطلب السلع بالتليفون لازم تقل شويه، لما نمشي 100 متر 200 متر كيلو حتى لكن نجيب سلع باسعار مناسبه لينا. تاكدي ان باقي الاسعار في الاماكن الثانيه تظن فئات معينه هي اللي دلوقتي يعني طلب السلع بالتليفون، انما الفئات الاكثر احتياجا اكيد هتكون فرصه لا تعوض ان هم يستفيدوا من العروض اللي موجوده. زي ما حضرتك قلتي السلع تانية سلع المدارس اهو، يعني مفيش حاجة في المجتمع الا ما عليها شغل. نعم. كل شكر استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، شرفتنا، شكرا جزيلا. شرف على هذه الشرفة. خلونا ناخد جولتنا في محافظات الجمهورية المختلفة ونتابع اهم واخر اخبار اهالينا واحسن ناس. احسن ناس.
قاعدين بندردش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه برحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد يعني بنتكلم على الأرز، بنتكلم على محصول استراتيجي مهم جدا جدا من المحاصيل أو السلع اللي موجودة دائما على مدى أجيال في على الأسرة أو على مائدة الأسرة المصرية، اهتمام كبير جدا بيه. يمكن كان دايما بنقول المشكلة بتاعته إن هو من المحاصيل الزراعية اللي بتستهلك مياه، معروف طبعا بشكل كبير جدا، عشان كده دايما كنا بنشوف أو ما زال في جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة، وتحديدا بالتأكيد وزارة الزراعة والمراكز البحثية التابعة لها. ليه؟ علشان يستنبطوا أو علشان الوصول لأصناف جديدة من شتلات الأرز. الأصناف دي بتبقى أقل بشكل كبير جدا في الاستهلاك بالنسبة للمياه، لكن في نفس الوقت الإنتاجية بتاعتها بتبقى أكبر، ودي طبعا من الحاجات أو المعادلات الهامة جدا جدا اللي بتحاول الدولة أنها تتوصل ليها، والحمد لله في نجاحات متتالية. هنعرف الموضوع ده وصلنا لغاية فين، وخصوصا وإحنا دلوقتي مع موسم الجني المحصول، وإن شاء الله دايما بنشهد طبعا في هذا الموسم انخفاض في أسعار الأرز. خلينا نتعرف من الدكتور إسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية على كل ما هو جديد في هذا الملف. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم وأهلا بكم. أهلا بيك يا دكتور. يمكن في ظل ظروف عالمية اضطرت الدول المنتجة للأرز إن هي ما تصدروش، لأنه هي أكيد محتاجة هذا الإنتاج، اتجهت مصر لزيادة كميات الأرز والمساحة المزروعة منه في وجود تحدي مهم جدا وهو تحدي المياه. ده طبعا كان دور حضراتكم في مركز البحوث الزراعية والاستنباط لسلالات جديدة من الأرز معدلة وراثيا بخصائص موفرة للمياه، مش كده؟ نحط بس خط تحت معدلة وراثيا. احنا ما عندناش حاجة معدلة وراثيا، احنا عندنا كل التهجينات طبيعية، ما فيهاش اي لعب في الجينات ولا التعديل الوراثي. عظيم. بطمن حضرتك، المشاكل اللي بتحصل في الهند او في الصين بالنسبة للأرز مش هتأثر علينا نهائي. الحمد لله احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الرز على سنين كبيرة مرت، عندنا المساحه اللي بتغطينا وبيبقى فيه فائض كمان في الانتاج، فبالتالي مش هنتاثر باي منع للهند ان هي تصدر او منع من الصين ان هي تصدر الرز بتاعها. الحاجه الثانيه، احنا يعني علاقه الارز بالميه دي علاقه يعني وثيقه، دايما نتكلم عن الرز نتكلم عن الميه والاستهلاك المائي، لكن الحمد لله بفضل جهود الزملاء معانا ومركز البحوث الزراعيه وقسم حوث الارز من زمان مش من النهارده، قدرنا نعمل المعادله الصعبه ان احنا نوفر ميه ونزود الانتاجيه. يعني لو وصينا يعني من فتره بعيده ان الاصناف بتاعتنا القديمه كانت بتاخد 165 يوم عشان تنتج من البذره لحد ما تحصد على البذره مره ثانيه، اصنافنا الجديده حاليا بتاخد من 125 يوم ل 135 يوم، يعني وفرنا اكثر من 40 يوم في استهلاك المي. فاول حاجه اول محور اشتغلنا عليه اللي هو تقصير فتره نمو الرز. الحاجه الثانيه اشتغلنا على اللي هو نقل الجين اللي هو بيتحمل الجفاف او بيتحمل نقص الميه للاصناف الجديده، فبدات اصنافنا كلها بتتجه ان هي تتحمل الظروف نقص المية. بس هل ده ممكن يصل إلى أن احنا نشوف زراعة الأرز في مناطق صحراوية؟ ما خلينا نقول أن الرز ينفع في الأراضي الصحراوية. أقول لك الرز ينفع في الأراضي الصحراوية. احنا عندنا يعني لو بصينا لتقسيمة الرز كتقسيمة بيئية، بنلاقي الرز اللي هو الجبلي والرز اللي هو المغمور أو الرز اللي هو اللي احنا بنزرعه عندنا. الرز الجبلي ده بيتزرع في المناطق اللي هي فيها امطار وحاجات من ديت، فمش موجود عندنا. احنا الرز بتاعنا احنا بنعامله كانه رز جبلي. اللي بيتزرع في الاراضي الصحراويه هي تجارب ما زالت تحت الدراسه. في تجارب بتتعمل بنقيم فيها اصنافنا وبنقيم فيها شغلنا، بحيث ان احنا يبقى عندنا بدائل، عندنا استعداد لاي ظروف تحصل في المستقبل. ما
ما زالت تحت دراسه، ما اقدرش اقول ان هي نجحت او ما نجحتش، لسه تحت حيز التجربه. بس الحاجه اللي هي يعني مهمه ان احنا مش هنقدر ننقل الرز من الدلتا للصحراء بالتاكيد، لان احنا زراعه الدلتا احنا قريبين جدا من الخط البحر الابيض المتوسط، زراعه الارز مطلوبه في هذه المنطقه عشان نعمل عمليه رد للميه البحر. طب هل الارز الموفر للمياه هل ده له خصائص مختلفه؟ هل مثلا بيحتاج تربه معينه؟ هل طريقه الري والرعايه، التقاوي او التسميد، كل دي بتكون فيها اختلاف عن الارز اللي هو الشره في استخدام الميه؟ هو نفس المعاملات، يمكن هو عشان بس احنا يعني بنبسط على المزارع، ما بيبقاش فيها حاجه خاصه. انت عارفه كل ما يكون فيها حاجه خاصه بيبقى في قلق من ناحيه المزارع. هو اصلا في عادي احنا عندنا الحمد لله المزارع عندنا بيعتبر محترف في زراعه الرز دلوقتي في المناطق اللي هي الدلتا عندنا. بنعامله كمحصول رز عادي، ما فيش اي مشكله فيه. بنسمده بالاسمده اللي احنا بنوصي بيها، وبنوصل اصل المزارع كمان بيحكوا لنا ارشاديه بنفصله، بنبلغه باصنافنا الجديده وبنبلغه بالتوصيات، هو بيستجيب لنا وبيطبقها. لكن هو رز بنستخدم فيه طرق زراعه كمان، يعني مش مجرد الصنف بنعمله، بنستخدم طرق زراعه وفترات ري طويله بحيث ان احنا برضو ما نغمرش الارض ونسيبها فيها ميه، بدل ان نوفر ميه حتى في طرق الري، في طرق الزراعه نفسها، بدل ان نزرع اللي هي الزراعه المباشره. كل ده الفلاح مستوعبه وقادر عليه وقادر ينفذه، وبالتالي وفرنا الميه من ناحيه الصنف ومن ناحيه المعاملات الزراعيه. ضمن التحديات المهمه جدا في ملف الزراعه بشكل عام وبالتاكيد كمان في الارز، التغيرات المناخيه اللي بنشهدها واحنا لسه اليومين دول عايشين في عزها الحقيقه، ازاي بيتم التعامل مع مثل هذه التغيرات وتاثيرها على محصول الارز؟ حضرتك يا فندم ديت يعني كان احنا شغالين عليها من زمان، يمكن من اول انا ما دخلت القسم الرز، وكل الحاجات ديت الاحتمالات ديت زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنبص للمستقبل، والاساتذتنا علمونا ان احنا لازم نبص للمستقبل. احنا دايما كان كل اهدافنا والهدف الرئيسي نطلع صنف قصير العمر عالي المحصول يتحمل ظروف الدراوت او نقص الميه ويتحمل ظروف الملوحه. وفي نفس الوقت كان عندنا برنامج كامل بنربي فيه لدرجات الحراره العاليه، وكنا بننفذه في الوادي الجديد. يعني كل ده عاملين حسابه، وان شاء الله الحمد لله يعني عندنا اصناف دلوقتي، يمكن السنه اللي فاتت مسجلين صنف جديد يعتبر يعني سوبر في عمليه تحمل الظروف المناخيه. عندنا صنفين او ثلاث سلالات تحت التسجيل حاليا، كل ده بتناسب الظروف اللي هي الايه المتغيرات المناخيه وظروف نقص الميه وظروف الملوحه ودرجه الحراره العاليه. ايه اكتر المحافظات في مصر الاعلى انتاجيه للرز، والمساحه المزروعه منه قد ايه دلوقتي في مصر؟ المساحه المزروعه يعني كان مستهدف حوالي 1.1 مليون، يعني 1.1 مليون فدان كان مستهدف، بس هي ارتفاع الاسعار واقبال المزارع على زراعه الرز وصلت يعني اخر احصائيه كانت 1,650,000 فدان. المساحه دي زي ما قلت لحضرتك دي كافيه جدا للاستهلاك المحلي، ويمكن بيبقى فيها فائض كمان في الاستهلاك. المحافظات عندنا المحافظات القديمه اللي هي في الدلتا اللي هي مثلا كفر الشيخ والبحيره. البحيره من اشهر المحافظات. لا اشهرها كفر الشيخ يا فندم، عشان المركز عندنا في كفر الشيخ، يعني المقر عندنا في كفر الشيخ. كفر الشيخ والبحيره والغربيه والدهليه والشرقيه دول يمكن الخمس محافظات الرئيسيين في انتاج الرز. دخلنا معاهم من فتره بورسعيد ودمياط والاسماعيليه والاسكندريه، على اساس دي بتبقى اراضي جديده وزراعه الرز فيها بيدي بيعمل عمليه استصلاح للارض، فبالتالي بتنتج بعد كده محاصيل ثانيه غير الرز. طيب الارز المصري مشهور جدا جدا وله يعني خصائص خاصه، سواء في الطول الحبه او يعني في الشكل بتاعها وفي طعمها بالتاكيد. هل عندنا في او اتجاهات لزراعه انواع اخرى؟ لان في انواع اخرى بتبقى حتى في الزراعه برضو اقل في العمر في الارض وبتبقى اكثر انتاجيه غير الارز المصري. اللي بيحكمنا في الزراعه هو السوق المصري ومستهلك مصر. المستهلك المصري بيحب هو الحبايه اللي هي العريضه، والحبايه العريضه عندنا بتعتبر من اعلى جوده على مستوى العالم. الأرز المصري معروف عالميا بجودته العالية، يمكن بتنافسنا كاليفورنيا بس في أمريكا، لكن هو الرز عندنا يعتبر يعني يمكن العالم افتقد الرز بتاعنا لما وقفنا تصدير الرز. بس يعني ده حاجة يعني مش بيدينا، وديت يعني النظرة السياسية في البلد. في عندنا يعني عندنا كل انواع الرز، يعني عندنا حتى الرفيعه الحبايه الرفيعه موجوده. أيوة. عندنا يعني عندنا انواع اخرى بنزرع بالفعل غير الارز. يمكن انا كنت جايب معايا بس للاسف يعني ما اعرفش ادخلها معايا. عندنا الحبايه الطويله. أيوة. اللي هو الرز اللي هو الفلبيني او اللي هو الانديكا تايب. عندنا الرز اللي هو البسماتي، عندنا صنف مصري مزروع عندنا بنسميه ياسمين مصري، ده فيه صفه الاروما او الصفه العطريه. أيوة. عندنا صنف يعني كان مش منتشر قوي اللي هو البلاك رايس او الرز الاسمر.
ده نسبه العناصر القشره بتاعته. لا يا فندم ده حبايه، الحبايه مش بيضه، الحبايه سمراء. ده يعني بننصح بيه لتغذيه الاطفال وكبار السن، في فيتامينات عاليه، في عناصر عاليه، في نسبه. هل الانواع الثلاثه دول يا دكتور بيختلفوا في اماكن زراعتهم او في طريقه الري مثلا او الكميات الميه اللي بتروى بيها؟ في اختلافات في اساليب الزراعه؟ هو حضرتك في الصنف اللي بتحمل فتره الري او بتحمل الري الجفاف بنوصي المزارع ان هو يرويه على فترات طويله، يعني ممكن لحد 7 ايام او 8 ايام ما فيش اي مشكله فيه. الاصناف اللي ما بتحملش كده فبنوصل لحوالي 4 ايام او 5 ايام او 6 ايام بالكثير. اصنافنا يعني ايه بتبقى فيها توزيع، بنوزع الاصناف حسب ظروف الارض وظروف طبيعه الاماكن اللي بتنزرع فيها. يعني في الاماكن اللي هي مثلا اللي بتتاثر بالاملاح في شمال الدلتا او في منطقه مثلا بلطيم شربين، المناطق اللي هي على فيها اراضي متاثره بنوزع الاصناف اللي هي بتتاثر بالاملاح في هذه المنطقه. المناطق اللي هي مثلا في الغربيه عندنا مثلا اراضي خصبه وكده فبيزرع، بيبقى له حر ان هو يزرع اي صنف موجود. يعني فبتلاقي الخريطه احسن ليه الارض اللي هي مش مملحه بطبيعه الحال اللي هي الارض مش ملاحه، لكن هو في انواع بتستحمل الملوحه، بتستحمل فبنحطها في الاماكن اللي هي بتتحمل فيها موجود. مثلا في نهايه الترع بنحط الاصناف اللي بتحمل نقص الميه، في الاراضي المتاثره بالاملاح بنحط الاصناف اللي بتحمل او طب هل في خريطه بقى بمناسبه حضرتك بتقول ان هو في اخر الترع، فيبقى احنا لازم يبقى عندنا خريطه للانواع المزروعه بالظبط، بيتم بقى التواصل مع المزارعين حضرتك. يعني احنا عندنا تواصل مع قطاع الارشاد بالوزاره، عندنا مرشدين رز في كل محافظات الجمهوريه بنمر عليهم ممكن مره على الاقل اسبوعيا. عندنا حمله قوميه للارز ديت مموله من اكاديميه البحث العلمي، عندنا مشروع ترشيد الميه في الارز برضه مموله من وزاره الزراعه. كل ده بيدينا فرصه ان احنا نمر على المزارعين ونوصيهم بكل التوصيات والطرق اللي هي توفر ميه ونعرفهم باصنافنا الجديده. ازاي بنشجع المزارعين على زياده المساحات المزروعه من الرز؟ احنا ما بنشجعش المزارعين على زياده المساحه، لان المساحه دي بتحددها وزاره الري مع وزاره الزراعه برضه حفاظا على الميه. هو بيدينا المساحه اللي هي تكفينا ذاتي. احنا مش عايزين اكتر، لان احنا عايزين نوفر ميه، لان في خطه الدوله خطه القياده الاساسيه ان احنا نوسع في الاراضي اللي هي المنزرعه والمساحات اللي تنزرع، فبالتالي لازم نوفر ميه من الارز بحيث ان احنا نديها للمحاصيل التانيه. ما حضرتك اشرت ان هي بتوفر بالفعل، يعني هي بتوفر الانواع الجديده هي موفره بالفعل للميه. تمام، هي بتوفر ميه بس انت في الاخر عايزه محصله محصول يديك اكتفاء ذاتي، احنا مش عايزين زياده لاكتر من كده. يعني احنا لو انت سبت الفلاح يزرع اعتقد ان المساحه بتاعت الدلتا كلها تزرع الرز. فده برضه هيعمل استهلاك ولود على الميه، فبالتالي بتحددها وزاره الري مع وزاره الزراعه المساحه اللي هي تزرع رز كل سنه. المساحه المستهدفه بنتكلم زي حضرتك ما قلت 1.1 مليون، تمام. لكن اي زي يعني احنا السنه دي كان 1.6 مليون، فالمفروض ان هو السنه الجايه نلاقيه بقى يعني وصلنا ل1.1 مليون، مش كده؟ ولا كل سنه بيتغير على حسب الاستهلاك؟ السنه الجايه انا ما اعرفش ظروف السنه الجايه بيبقى على حسب الاستهلاك. حسب الاستهلاك. هو السنه دي الحمد لله يعني ما كانش فيه اي مشاكل في الميه، ما فيش يعني ما سجلناش اي مشكله في ميه في اي منطقه، فبالتالي كانت المساحه كانت يعني كان فيه التزام، كانت فيها التزام. الزياده ديت حتى يعني كان بتدينا امان شويه، حتى لو حصل اي مشاكل على مستوى العالم احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الحبوب بتاعتنا، عندنا فائض برضه يغطينا في المستقبل ان شاء الله. كل شكر الدكتور اسماعيل رفاعي رئيس قسم بحوث الارز بمركز البحوث الزراعيه، حضرتك شرفتنا وقفتنا. شكرا. نروح سريعا للانا المصري. النهارده هنتكلم عن الفنان الكبير الراحل رياض الاصابجي. يمكن كتير او بعض، مش هقول كتير، ممكن يكون مش عارفينه، لكن ما فيش حد مش عارف ابدا الشاويش عطيه، من اشهر طبعا الافيهات بتاعته وشغلتك على المدفع بررم. بالتاكيد عرفتوا احنا بنتكلم عن مين النهارده، بنحتفي بيه في ذكرى ميلاده. خلينا نتوقف عند ابرز محطاته الفنيه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
امبارح انطلق أول منتدى مصري للاستثمار البيئي والمناخي في نسخته الأولى. الاستثمار البيئي أكيد جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن السياسات الاقتصادية في كل دول العالم، بيعتبر كمان فرصة واعدة للمشروعات الخضراء ومستقبل الاقتصاد الأخضر في مصر، وده اللي بيتم بدعم من اليونيدو. اليونيدو هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، معنية بدعم قدرات الدول في مجالات مختلفة والمساعدة في الحد من أثار التغيرات المناخية أو الناجمة عن التغيرات المناخية، تحسين البيئة أيضا. المنتدى ده، منتدى مصر للاستثمار البيئي والمناخي، يعتبر فرصة حقيقية عشان مصر تستكمل النجاح اللي حققته في مؤتمر المناخ COP27، وتم إعداد أول استراتيجية للاقتصاد الحيوي لمصر بالشراكة مع اليونيدو، وتم الإعلان عن الإطار الخاص بها على هامش فعاليات COP27. هنرحب بضيفنا النهارده نتكلم أكتر عن ما المنتظر من هذه الشراكة، الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالبيئة ازاي بيأثر عليها. ضيفنا اللي مشرفنا النهارده دكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. اهلا بيك يا دكتور وصباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن فعاليات المنتدى، خلينا نتكلم على ايه اهم الخدمات اللي بيتم تقديمها للشركات، سواء كنا بنتكلم بقى على شركات ناشئة او متوسطة ومجال ريادات الاعمال. هو في الحقيقة في الاول يا فندم زي ما حضراتكم تفضلتم، هي الحقيقة فرصة حقيقية لوجود مثل هذا الملتقى اللي نعتبره ان هو يعني زي منصة او بلاتفورم، ان ازاي نقدر نجمع القطاع الخاص مع المؤسسات الاعمال مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر اللي هي SMEs، وطبعا المجتمع المدني، ازاي ان احنا كلهم نجمعهم في مكان واحد ونخلق لهم هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات ودراسات الحالة الكيس ستاديز والفرص فعلا اللي موجودة على أرض الواقع. ومش كده وبس، احنا معنا شركاء التنمية اللي هو زي البنك الدولي إلى آخر، قدروا ان هم ينيدوا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي اللي هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ازاي ان هم ينقلوا خبرات والدروس المستفادة من ما تم تطبيقه في دول أخرى في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري إلى آخر، وإيه اللي نجح وإيه اللي ما نجحش. لأن إحنا مصر لها خصوصيتها ولها طبيعتها، مصر مش زي أي دولة تانية، ولكن عايزين نستفيد من خبرات الدول الأخرى فيما نجح وفيما لم ينجح، وكيف يمكن تمصير مثل هذه التجارب والممارسات بما يتماشى مع ظروفنا وخصوصيتنا. فهو الحقيقة امبارح كان يعني اعتقد ان دي كانت ايفنت، كانت فعاليه ناجحه جدا، وبنقول ان شاء الله دي تبقى البدايه لمثل هذه الفرص التي ستعظم الفايده من. طب دكتور علاء، يمكن مصر يعني بتعقد هذا المنتدى على ارضها لاول مره، والحديث عن اثار الناجمه عن التغيرات المناخيه وعمليات الانتاج الصناعي مستمر من سنوات طويلة، لكن في الآونة الأخيرة أصبح التصرف والتحرك حتمي نظرا للتغيرات اللي بتواجهها الدول بالفعل. مصر تبنت القضية دي واستضافت مؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي، إيه دلالة أن مصر تعقد هذا المنتدى لأول مرة، ودور مصر كمان في عرض استراتيجية خاصة بها لإلزام أيضا الدول الصناعية الكبرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأخرى؟ الحقيقة فندم هي البداية ما كانتش من COP27 في شرم الشيخ العام الماضي. مصر بقى لها عدة سنوات الحقيقة ماشية في طريق اللي هي كيف يمكن أن تتجه إلى الترانسفورميشن، التحول الأخضر والاقتصاد الأخضر بشكل عام. فدي بتيجي COP27 يعني طبعا يعني حدث تتويج بالظبط كده، تتويج، ولكن هي في طبعا حاجات تانية كتيره قوي، منها مثلا استراتيجيه 2030، منها استراتيجيات كتيره، ومش بس استراتيجيات، احنا ما يهمناش استراتيجيات بقدر ما يهمنا التطبيق على ارض الواقع اللي هي الاكشنز اللي هي الخطوات العمليه الفعليه التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في قطاعاتها كلها، سواء قطاعات الحكومة، مش بس الحكومة، احنا بنتكلم على قطاع خاص وبنتكلم على القطاع المدني. وبما ان احنا جبنا سيرة القطاع الخاص، عايزين نقول حاجة مهمة قوي، ان الاستثمار في البيئة والتغيرات المناخية هي الحقيقة الاستثمار في المواطن المصري وفي الأجيال القادمة.
وازاي في البيئه بنتكلم على ان احنا نحافظ على نوعيه حياه وجوده حياه بالنسبه للمواطن النهارده وبكره وبعده، اولادنا واحفادنا من بعدنا. ده احنا نحب لاولادنا انهم يكونوا احسن مننا. ده اتجاه عالمي، احنا مش بنتكلم بس عالمي. هنا بس احنا حضرتك بنترجمه ازاي بالطريقه المصريه وبالشكل اللي يتماشى مع ظروفنا، خاصه ان احنا جزء من منظومه دوليه ومجتمع دولي وبنتاثر بما يحدث حولنا، ولازم يكون لنا احنا برضو التاتش بتاعنا المصري. طيب التاتش بتاعنا بقى، خلينا نروح للآليات هذا التاتش. ايه الشكل اللي حضراتكم بتقدمه من خلال هذا المنتدى؟ ايه الخدمات او الدعم للشركات للاقتصاد في مجالات النمو الاخضر او الاقتصاد الاخضر؟ طيب حضرتك كده فتحتي يعني لب الموضوع. طيب هنعمل ايه او بنعمل ايه؟ الدولة يا فندم بقالها عدة سنوات عندها قناعة كبيرة جدا ان لابد من تحفيز القطاع الخاص، لان القطاع الخاص هو الحقيقة المحرك الرئيسي والاساسي في اي عملية تنموية. فان زي النهاردة نخلي القطاع الخاص يخش في مجال البيئة والتغيرات المناخية، لان هناك زي ما بيقولوا مخاطر ريسك، والقطاع الخاص هو هدفه الربحية. بصراحة خلينا نتفق على كده، اي استثمار على مستوى العالم هدفه الربحية. الربحية. طيب بالنسبة للبيئة والتغيرات المناخية، العائد الأكبر منه هو عائد اجتماعي وليس عائد ربحي بالشكل اللي يرضي القطاع الخاص هو يقحم نفسه ويدخل وياخد الريسك في هذا المجال. فالدولة بتعمل إيه؟ بتقدم حوافز إيجابية، ومش هنتكلم على السلبية لكن هنقول حوافز إيجابية ممثلة في إيه؟ بتدي مثلا قروض ميسرة عن طريق طبعا المؤسسات المالية والتعاون الدولي مع الدول الأخرى والشركاء التنمية، يعني هي منظومة كبيرة يعني. طبعا تدي إزاي؟ قروض ميسرة، تدي فترة سماح، تدي منح، تدي إعفاءات ضريبية، إعفاءات جمركية، تدي الكثير. لديها الدولة الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها حتى يمكن أن تحفز القطاع الخاص. أهم حاجة عند القطاع الخاص هي المخاطر الريسك، فعشان كده احنا بنقول في اللغه بتاعتنا في اللينجو بتاعنا دي ريسك. ازاي كيف يمكن للدوله ان تقدم او تدخل في شراكه مع القطاع الخاص حتى تخليه يقلل من المخاطر التي تجعله يدخل في هذا المجال بصدر مفتوح وجامد، ويعني يقدر ان هو يعني يا بخت من نفع واستنفع. يمكن ده اكيد بيؤكد صدق الدوله ومؤسساتها في التحول الاخضر والمشروعات الخضراء. وهنا لازم نتكلم بقى عن الفرص الاستثماريه. القطاع الخاص بيبحث عن الفرص الاستثماريه. امبارح رئيس الوزراء اطلق المنصه الالكترونيه المصريه للاستثمار البيئي والمناخي. هيكون ايه دور المنصه دي؟ هل عرض الفرص فقط ولا من خلالها كمان هيتم تقديم الخدمات؟ طيب يا فندم، هو في البدايه احنا بيسموها معلش هنحاول المصطلح بالانجليزي وهشرحه، ماتش ميكنج. يعني ايه ماتش ميكنج؟ يعني كيف يمكن ان احنا زي ما حضرتك تفضلتي يبقى في فرص استثماريه حتى يمكن لي سواء القطاع الخاص او المنشات الصغيره او الستارت ابس اللي هي الناشئه الى اخره، او حتى المجتمع المدني، انه يقدر يشوف هذه الحزمه من المشروعات ويقدر يخش فيها. فإحنا هذه المنصة هي يعني بتكون الآلية التي يمكن من خلالها أن المختلف الأطراف اللي هي different parties أو يعني مثلا قطاع خاص مع المجتمع المدني مع منظمات كذا، إن هم يخشوا في شراكة مع بعض عن طريق هذه المنصة. المهم جدا حضرتك إن المجالات اللي موجودة أهمها اللي أنا شايفها ده من رأيي الشخصي هي النفايات. النفايات هي ثروة قومية مهدرة ما لم يتم التعامل معها بشكل علمي وبأسلوب علمي، والحمد لله أن الدولة منذ سنوات قليلة يعني كنا بنتكلم من زمان لكن يمكن أخذت شوية وقت، لكن الحمد لله ابتدينا نتعامل مع منظومة النفايات بشكل علمي وبشكل يكون هناك مؤسسي. بمعنى أن احنا دايما حتى في الثقافة بتاعتنا، هي برضو مشكلة ثقافة حضرتك، ان مشكلة النفايات ومشكلة المخلفات ان احنا بنعتبرها حاجة غير مرغوب فيها وغير مطلوبة، في حين ان العالم كله بيعتقد ان الحل قدامنا في توليد. على فكرة ده ليه علاقة بملف الطاقة، امن الطاقة والامن الغذائي والمية وكل ده، ان احنا كيف يمكن الاستفادة القصوى من مخلفاتنا علشان خاطر واحنا كمان بنصنف من المخلفات الغنيه.
يعني كمان ما احنا يا فندم دي نرجع نقول ثقافه شعب يا فندم. احنا للاسف الشديد الكثير من وعملنا دراسات عليها على فكره ان المخلفات المنزليه في المنازل بتاعتنا كتير منها بيطلع منها ماده عضويه كبيره. الاكل مثلا للاسف الشديد نحن لا نقنن او في اسراف وتبذير للاسف الشديد، وده طبعا بيتعارض مع معتقداتنا الدينيه الى اخره. طب يا دكتور، يمكن بالحديث عن ثقافه الشعب في بعض الدول على مستوى العالم بتصدر النفايات، دول اخرى بتستوردها، فهي كمان بتعتبر مصدر عفوا مصدر للدخل لبعض الدول. ايه اللي ممكن يستخدم او يعاد تدويره من النفايات فيفيد البيئه او يتحول لمشروعات خضراء؟ طيب خلينا يا فندم نتفق على حاجه في الاول، لو ان حضرتك المخلفات دي نتعامل معاها حتى يمكن ان نحيدها، حتى لو ما قدرناش ان احنا نصنعها او تخش عمليه التصنيع، فان احنا بنقي الناس بنحمي الناس من اشرار هذه المخلفات، فدي قيمه اقتصاديه لان احنا بنحميهم صحيا ونفسيا ونحيا حتى اللي هي التلوث البصري، حتى ان احنا عينينا بقت واخده على ان احنا نشوف زباله. لو احنا قدرنا نتعامل بشكل صحيح مع هذه المخلفات احنا كده حتى دون ان يكون هناك تصنيع او قيمه مضافه احنا كده بنحمي الناس من اشرار البلاستيك، نتخلص من البلاستيك ناخد الحاجات. ناخد قضيه البلاستيك بس، قضيه البلاستيك دي حضرتك بعد ما ان هي ابتدت في الاربعينات والخمسينيات من القرن الماضي واعتبرناها ان هذه نعمه ونقله حضاريه كبيره جدا، دلوقتي أكبر شكوى موجودة في العالم بخصوص التغيرات المناخية وبخصوص البيئة هي البلاستيك. فإحنا تعاملنا مع البلاستيك، وابتدت الدولة الحقيقة تتكلم بالذات على السنجل يوز بلاستيك باج اللي هي أحادية اللي هي شنط البلاستيك أو أحادية الاستخدام اللي حضرتك بتاخديها من السوبر ماركت أو من أي محل، دي قضية كبيرة جدا جدا جدا، وإزاي إن إحنا يمكن نغير ثقافة الشعب ووعيه واتجاهاته وسلوكياته تجاه استخدام البلاستيك غير المقنن وكده مفتوح بشكل مش صحيح. فدي قضية كبيرة جدا جدا جدا، وكويس ان حضرتك في العديد من القضايا والحقيقة لسه مجالها مطروح. ان شاء الله حضرتك لازم تشرفنا مرة تانية عشان نتكلم عنها، وخصوصا كمان بنتكلم في الفصل بقى من المنبع وحاجات مهمة جدا لازم نغير فيها الثقافات بشكل كبير. الدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئة جامعة عين شمس، شرفتنا وقفتنا يا فندم. شكرا لوجود حضرتك معانا. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. برحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد أي حد فينا بيجي ياخد خطوة مختلفة في مستقبله بقى، هيعمل مشروع، هياخد خطوة سواء ما كان حتى لو كان ارتباط، لو أي خطوة بتاخدها. مشكلتنا دايما بنقول كلمة كده دارجة، بنقول احنا ليه الناس دايما بترجع علشان تخترع العجلة، ليه ما بنستفدش من تجارب الآخرين سواء كانت تجارب إيجابية أو سلبية، في أخطاء معينة غيرنا بيعملها، مش لازم نعمل نفس الأخطاء ونقع نفس الوقعات وبنتعلم، ليه ما بنتعلمش في كل حاجة؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، ليه ما بنتعلمش من تجارب الآخرين، ليه ما بناخدش حتى من سواء كان أصدقائك محيطك باباك مامتك، كل واحد عايز يعمل تجربته الخاصة. مش عيب طبعا ان انت يكون لك تجربتك الخاصة، لكن لازم تتعلم من اللي سبقوك من اللي حواليك، تتفرج وتطلع بمعلومات هتساعدك، ما خاب من استشار. هو ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. بيشرفنا الدكتور علي سالم استاذ مساعد علم النفس السياسي والاجتماعي جماعة حلوان. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. دايما بيقال انه كل شخص مختلف عن الاخر، طريقه ورحلته مختلفة لأنه المعطيات مختلفة. زي ممكن الإنسان يحقق هدفه بمعطياته المختلفة لكن مع الاستفادة من الخبرات والتجارب اللي سبقه؟ طيب هو في البداية زي ما حضرتك، أنا متفق مع حضرتك طبعا جدا في أن كل واحد ليه تجربته الخاصة، لأن ربنا خلق لكل واحد قدراته يعني الخاصة. لازم نخترع العجلة يعني؟ لا مش لازم. يعني لازم برضو نخترع العجلة؟ لا احنا هي العجلة واحدة، هو الطريق واحد، بس مع اختلاف الوسائل اللي احنا هنستخدمها والقدرات المتاحة عند كل واحد فينا للوصول لنفس الطريق. يعني حضراتكم اتنين مذيعين شطار جدا وصلتوا، لكن كل واحد ليه تجربته الخاصه في الوصول للمكان اللي انتوا قاعدين فيه دلوقتي، وكل واحد ليه طريقه مختلفه في التقديم، وكل واحد ليه الموديل او النموذج اللي هو شايفه ده بالنسبه له مؤثر او ملهم، او بحاول اشوف طريقته نجح ازاي ووصل في المجال ده او في الكارير ده، وبحاول مش اقلده لكن استخدم نفس المهارات بتاعته لكن بقدراتي الخاصه.
فمهم جدا ان احنا نستفيد من قدرات وخبرات الاخرين، لكن مع اضافه الطابع الخاص بتاعنا اللي بيمشي مع شخصيتنا وبيمشي مع مبادئنا وبيمشي مع ثقافتنا، لانه في النهايه احنا كل واحد بيبقى ليه شخصيه وليه نقاط قوه ونقاط ضعف، مفيش اتنين يشبهوا بعض ابدا في اي حاجه، وبالتالي ما اقدرش اقول ان انا هاخد تجربه شخص سبقني في مجال ما وهتبقى مناسبه ليا بنسبه 100%. لا، اكيد هيبقى في جوانب موجوده عند الشخص ده ما هياش عندي، وفي قدرات او ملكات ممكن تبقى موجوده عندي ما هياش موجوده عند الشخص. ايه الفارق او مدى الفارق اللي هو زي ما بيقولوا عليه شعره، لكن احنا نسينا هو نعرف قد ايه المسافه ما بين ان انا اتعلم من واحد غير ان انا اكون بقلد واحد. هو التقليد مش عيب، لان احنا عندنا نموذج في عندنا نموذج في التعلم اسمه التعلم بالملاحظه. يعني ايه التعلم بالملاحظه؟ حتى بتيجي مع الاطفال بنقول لها، حتى واحنا بنربي اولادنا الصغيرين، انت ما تقعدش تامر ابنك او تدي له نصايح، او انت بس اعمل الحاجه اللي انت عايزه يتعلمها قدامه، وهو مع الوقت هيبدا يتعلمها بالملاحظه فقط لا غير. نفس القصه برضو فينا واحنا بناخد خطواتنا. انا ممكن اشوف حد بيعمل حاجه، الحاجه ديت بتستهويني، هوايه معينه، رياضه معينه، شغله معينه، حرفه معينه، في اي مكان بقى، مش شرط في الدراسه، في مجال العمل، في شركه انا بشتغل فيها، في رياضه انا بلعبها، بشوف النموذج الناجح بيعمل ايه. مثلا يعني في مجال الرياضه عندنا مثلا محمد صلاح، ده راجل ناجح في مجال الرياضه. اي لاعب دلوقتي طالع عايز ياخد التراك ده او عايز يشتغل في القصه دي لازم يستفيد من تجربه محمد صلاح اكيد، بس مش يعمل لي نفس قصه شعره ولا يعمل نفس لا، انت ليك شخصيتك الخاصه، ما تبقاش كوبي بيست منه، لكن مهم جدا تشوف نظامه الغذائي، نظام التمرينات بتاعته، نظام الاكل بتاعه. كمان بيفرق يا دكتور طبعا مثلا البيئه اللي خرج منها الانسان، طريقه التربيه، التعرض لمؤثرات مختلفه، ده اكيد بيفرق كمان في انه الانسان يكتشف قدراته، ودي يمكن النقطه اللي ناس كتير ما بتعرفش تحددها عندها، ازاي اعرف قدراتي واتاكد ازاي ان دي تتناسب مع اهدافي. ده مهم جدا برضه ومنطبق مع حضرتك فيه، انه ده هيبدا من الصغر في الاسره. الاسره هي سبب كل المصايب وهي سبب كل النجاحات اللي ممكن يحققها اي انسان. النجاحات قبل المصايب. يعني هي انا اقصد ان هي السبب في تشكيل شخصيه الانسان، سواء كانت شخصيه سويه او شخصيه مضطربه. لما نيجي نبص لاي حد عنده مشاكل هتلاقي الاسره كان ليها دور مهم جدا. فزي ما ليها ايد في الخلل اللي بيحصل في شخصيتنا، الاسره برضه ليها دور كبير جدا في اظهار الطاقات والقدرات اللي موجوده عند كل واحد فينا. بدايه من الحريه في اتخاذ القرار، ابننا وهو صغير بنبدا نوجهه انت شاطر في الحته دي، وبنأكد أكد عليها. برضو بنخليه يتحط في انفايرمنت هي بتكون اصلا مناسبه ليه، القدرات اللي هو بيتارجت عليها او المهارات اللي موجوده عنده. بننقل له خبراتنا مش بنوع من التعالي، لكن بنوع من التحفيز. يعني احنا دايما نشوف اولياء الامور مثلا يقول له انا لما كنت زيك انا كنت بطلع الاول، كنت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. ما بيراعيش كمان الفجوه. ما بيراعيش الفجوه بين الاجيال، انه ده جيل مختلف عن الجيل، وبالتالي انت لما بتقول لابنك كده انت بتكسر قدراته أو بتزود الفجوة بينك وبينه. فمهم جدا نعرض النماذج الإيجابية من غير ما يبقى فيها يعني تهويل أو تهوين، يعني نقلل من قدرات ابننا ونفخم في قدراتنا إحنا. ده غلط كبير جدا، لأن ده الخطوات اللي أنا أقدر أعملها علشان أحقق أهدافي من خلال التعلم من تجارب الآخرين، لكن زي ما آية وزي حضرتك ما قلت لنا اللي هو ببصمتي. اول حاجه بتقول لنا او بنشتغل عليها هي مساله الفيزيكال بروكسيميتي من الناس اللي هم اوريدي ناجحين في المجال ده. يعني زي مثلا الشخص ده متواجد في مؤتمر علمي، انا مهتم بالعلم، فمهم جدا ان انا ابقى موجود في البيئه العلميه ديت، البيئه اللي بيتوفر فيها الاشخاص اللي انا عايز اكون جزء منهم او زيهم. يبقى دي اول حاجه، الاحتكاك مش الجسدي، يعني القرب المكاني من البيئه دي، لان انا هتعرف على ناس هينقلوا لي خبراتهم، هيعرفوا ان انا مهتم، وبالتالي ممكن يشدوا ايدي ناحيه القصه ديت. برضو احفز نفسي او احيط نفسي بمجموعه من الاشخاص المؤمنين بقدراتي واللي بيدفعوني لتحقيقها، مش بيكسروا في مقاديفي. يعني لانه في ناس احيانا لا انت مش هتوصل، لا صعب، ده انت احلامك يعني لا منطقيه، او احلامك مع الايمان بالجزء اللي كنت بتقوليه حضرتك من شويه، هو فكره ان انا ابقى مؤمن بقدراتي، يعني ما احطش احلام غير منطقيه واضيع وقت في سبيل التحقيق. لانه احيانا في ناس بتجامل، يعني ممكن حد يبقى بيجاملك بس بهدف انه يريح دماغه مثلا. أيه. مش هيكسر مقاديفك، بس الى اي مدى الثقه في ادوات الشخص وقدراته هي اللي بتكون اهم من دعم المحيطين؟
دي بتيجي من تقديره لذاته، وتقديره لذاته هيكتسبه من الأسرة، عشان كده بنقول الأسرة هي الأساس في كل حاجة. تقدير الذات ده مش بيتوقف بس على إن الناس بتقول لي أنت شاطر في الحتة ديت، لا أنا مؤمن كمان بنفسي وإن أنا فعلا شاطر وإن الناس مش بتجامل، وأبقى عارف الفرق بين اللي بيجاملني وبين اللي بيقول حقيقة هي موجودة عندي. وكمان مسألة النقد، كمان النقد عامل مهم جدا، في نقد بناء زي ما بنقول، في حد ممكن ينتقد جزئية عندك أو حاجة عندك انت بتصلح منها وفعلا بتبقى عارف ان كلامه ليه وجاهه وليه منطقيه، في حين ان ممكن حد ينتقدك في حاجه تانية الهدف منه ان هو يكسر مقاديفك او يوقفك عن طموحك. لان دي نقطه مهمه جدا، ان هو في حد ما لا يتقبل النقد بشكل عام، واي حد بيقول حاجه يقول لي اه ده بيكسر مقاديفي، ده مش شايفني، ده مش حاسس بطاقاتي ومش حاسس بابداعاتي. وفي نفس الوقت حد تاني عايز يسمع دايما شكر الشكر الشكر كلمات الشكر الى ما لا نهايه. لا ده صح ولا ده صح. احنا بنقول حتى اهم حاجه في مساله الشخص اللي بيدي او بيوجه نقد، ان النقد ده ما يكونش واخد تراك واحد، يعني مش كل ما يشوفك ينتقدك بس، لا هو بيمكسر ما بين مره يقولك اه انت النهارده كنت كويس جدا، النهارده الحلقه كنت رائعه، النهارده بس خلي بالك من كذا، الحلقه تقول لك لا النهارده فيش ولا حاجه غلط، كله A1 يعني خلاص كله كويس. الشخص اللي واخد تراك النقد على طول ده هيسيب اي حاجه كويسه وهيمسك في النقد بس، فيبقى عارف انه ماسك لك على الغلطه على طول، فده ما تاخدش برايه ابدا، اه تجنبه تماما ولا رايه ياثر فيك. كل الناس يعني اظن انه هنا وجب التعميم، بس كل الناس اللي حققت نجاحات مبهره في حياتهم مروا بلحظات فشل، لحظات ياس، ولحظات استسلام. ايه النصيحه اللي علم النفس الاجتماعي بيوجهها للاشخاص في هذه المراحل من حياتهم عشان يقدروا يتجاوزوها ويحققوا نجاحات اكبر؟ اول حاجه لازم تحط خطه لنفسك، انت عايز تنجح، ايوه احنا قلنا كلام كتير، احتك بالناس الناجحين، اقرا قصصهم، شوف الخطوات اللي مشوا فيها، شوف العثرات بتاعتهم كانت ايه وتجنبها، كل ده تمام. بس مهم جدا جدا ان انت برضو يكون لك الهدف بتاعك، والهدف ده هدف طويل وهدف قصير. الهدف الطويل والهدف القصير لازم يكون ليهم كذا خطه بديله، يعني احنا بنشوف ناس كتير يقول لك انا عايز انجح في التعليم فانا لازم اطلع الاول. طب لو ما طلعتش بيحبط، بيكتئب، بيفشل، بييأس، بيغير التراك خالص. لا بنقول له حط خطه، والخطه دي لازم يبقى فيها مرونه شويه، مش لازم توصل لقمه النجاح بتاعك، لكن مهم ان انت تفضل محافظ على الطريق اللي يؤدي الى هذا النجاح، واكيد في النهايه او في الاخر هتوصل طبعا. شكرا للدكتور علي سلم، استاذ مساعد علم النفس السياسي والاجتماعي جامعه حلوان، كل هذه المعلومات وبالتوفيق اكيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده في فقرتنا الاسبوعيه 8 الصبح موتورز نتكلم عن فلتر البنزين في العربيه، ايه اهميته، ايه اللي بيحصل لو الفلتر ده اتسد، وايه العلامات اللي تقول لنا انه فعلا محتاج يتغير. هنعرف كل المعلومات والتفاصيل مع زميلي العزيز معتز عاطف خبير سيارات. صباح الخير يا معتز. صباح الفل، ازيك؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ صباح الخير يا معتز. ازيك يا اسماء؟ يعني من الحاجات هنكتشف النهارده في حاجات كتير جدا في الفلتر، بس قبل ما نكتشف خلينا نروح نشوف التقرير ونعرف الناس تعرف ايه عن الفلتر، ايه اهميته، ايه المشاكل اللي بنواجهها. هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. أهميته حاجة كبيرة طبعا، تنظيف البنزين، تنظيف للبوابة، انجكشن، حساسات. بينقي البنزين اللي داخل الكربراتير أو الانجكشن؟ فلتر البنزين بينقي البنزين لو في أي رواسب في التانك أو حاجة، يعني يعتبر نظام تنقية للمكنة، بيودي لها الحاجة اللي هي المطلوبة ليها. إن هو بيحافظ على العربية، وطبعا هو ده أساس العربية كله. ده مهم جدا، لما ماشي العربية ممكن يعطل منك في أي وقت ويوقف العربية. ما تتحركش. عربية بتبرجل طبعا وتقطع بنزين وما بتبقاش مظبوطة. بتقطع معاك وتنتش في الصلانسي الثابت. لو تسد مش العربية بتقطع معاك ما بتمشيش. ااا
يعني مدة الصلاحية بتاعته، تنظيفه أهم حاجة طبعا. عمره افتراضي، طول ما البنزين نضيف أصلا اعتبر الفلتر ما بيبص، ممكن يبوظ معاك بعد يومين ثلاثة لو خد رملة خلص الموضوع. أنا مثلا كل ما تيجي تغير الزيت وتغير دورة الزيت وبتاع ده كله، بتبص أنت على فلتر الزيت وفلتر الجاز وبتبص عليه كله. والله حسب استهلاك البنزين بتاع حضرتك، إذا كان 92 أو 95، كل ما كان البنزين أقوى كل ما كان عمر الفلتر أطول. طبعا شكرا لزميلنا حسام الدين رضا لهذا التقرير، ونرجع بقى مره ثانيه معتز وتقول لنا ايه هو اصلا الفلتر بتاع البنزين. هو ده طيب. ده فلتر بنزين، بس ده فلتر بنزين خارجي. خلينا نقول فلاتر البنزين فيها داخلي فيها خارجي. ده فلتر بنزين داخلي، ده بيبقى راكب جوه التانك مع ترومب، قبل الترومب، الترومب بتسحب بنزين من الجزء ده والبنزين يعدي، هو ده اللي بينقي وده اللي بيتسد وده اللي بيبوظ، بس ده غالبا بيتغير في وقت الترومب، يعني في من عمر الترومب. ولو حصل فيه يعني فلتر عادي جدا. هو فلاتر البنزين زي فلاتر المايه بتاعت البيت، الموضوع بسيط خالص. بنزين بيعدي، الشوائب اللي فيه بتتنقى وتخرج للموتور، ما فيهاش اي شوائب. يعني اي شوائب كربون بيبقى جواه، بعض انواع السفنج المقوى بيبقى جواه، بعض انواع الورق المقوى بيبقى جواه ستانلس، بيختلف فلتر من واحد للتاني. المهم ان هو ما يعديش الشوائب الصغيره عشان ما تسدش الرشاشات او تسد الكربوراتير، لان لازم الموتور ياخد بنزين بصوره منتظمه بضغط منتظم. طب وليه في اتنين فلتر؟ ليش واحد ده خارجي؟ ده الفلتر ده خارجي، يعني ايه؟ يعني بيبقى راكب في اي جزء من العربيه، في بعض الموديلات بيبقى راكب جنب العربيه تحت شمال، في موديلات تانية بيبقى راكب عند الموتور بعيد عن الشكمان في الجنب الشمال، بيبقى له مدخل ومخرج بيخش له البنزين وبيخرج، برضه بيعمل نفس الوظيفه. ده الـ الاحدث او ده اللي موجود في اغلب العربيات دلوقتي. يعني الاثنين موجودين في العربيات؟ طبعا بيختلف من عربيه لعربيه، وحجم الفلتر بيختلف، فيه فلتر ممكن يبقى قد ده مرتين ثلاثه، وفي فلاتر بتبقى من جوه الخامه بتاعتها مختلفه. يعني دي اشكال الصور دي، ده كل بقى الاشكال والانواع، دي اشكال كتير. البلاستيك ده هو الاقدم، وده اللي كان بيبقى فلتر الكربراتير، وده اللي كان بيتسد دايما على طول، وبنعرف ان هو باظ من شكله لان هو بيبقى لونه شفاف، لكن ده في الحقيقه ما بنعرفش من شكله ان هو اتسد، ده بنعرف من اداء العربيه. ايه بقى الكربراتير اصلا؟ كربراتير سؤال مهم. هو نظام الحقن بتاع البنزين القديم. يعني ايه؟ يعني ده الجزء اللي كان مسؤول عن ان هو يعمل الخليط ما بين الهواء والبنزين عشان يدخل البنزين للموتور. دلوقتي بقى الموضوع الاحدث اللي هو الرشاشات، الانجكتر، الرشاش بيعمل نفس الحكايه، ان هو بيدخل البنزين بس في بوابه بتروح مدخله الهواء. قبل كده الكربتير كان هو اللي بيعمل المخلوط ده او الخليط ده، بوابه بتسحب الهواء وهو يروح مدخل البنزين للموتور ويحصل الحريق بتاع الموتور. ايه اللي بقى اللي بيسد الفلتر، وانه فيهم اللي بيتسد، الخارجي ولا الداخلي؟ الاثنين. هما اللي بيسد الفلتر شوائب اللي بتبقى موجوده يا في البنزين، يا اما بعض الشوائب اللي بتبقى في التانك، او بعض الترصيبات اللي بتحصل على مدار الزمن من تنكات العربيات. التانك العربيه بيتاثر من العوامل بتاعه البنزين والهواء، فبيحصل عادي جدا ان ممكن تانك يبقى فيه صدى، بيحصل عادي ان يبقى تانك فيه تراب شوائب، فالفلتر اهميته ان هو ينظفها. طول ما احنا بنمشي بتانك فاضي او طول ما احنا ما بنحافظش على موضوع البنزين بيحصل مشاكل كتير في الفلاتر بتتسد. اللي دايما ماشيين بتانكات فاضيه بيبقى عندهم مشاكل. اعرف ازاي ان انا عندي بقى مشكله في الفلتر بتاع البنزين او الفلتر مسدود؟ بصي، اول حاجه الدواره، لما تيجي تدوري العربيه وتطول في الدواره ده بيبقى احتمال كبير فلتر البنزين بنسبه كويسه بيبقى فلتر البنزين، لان هو فلتر البنزين المفروض يدي بنزين على طول بضغط ثابت، فما بيبقى الضغط اقل احيانا كتير بيبقى فلتر البنزين اللي فيه مشكله. سحب العربيه، تنتيش، تحس العربيه اللي احنا نعرفه ده التنتيش. التنتيش ينفع يبقى بوجيهات، ينفع يبقى فلتر. التنتيش لما تيجي تجري غالبا بيبقى فلتر، لان بتبقى كميه البنزين اللي داخله مش كفايه، فالعربيه مخنوقه فتبتدي تنتش. لكن البوجيه بينتش على طول، يعني من اول ما تدوري هي بتنتش. لكن الفلتر لو مسدود وانت ماشيه بالراحه ما بيبقاش فيه مشكله، اول ما تجري ما بيلاقيش كميه البنزين الكافيه فتبتدي العربيه تنتش. صوت الترومبه لو عالي الفلتر البنزيني يبقى مسدود. العربيه ما تحسي ان هي مش دايره مظبوط، بتعلى او توطى، بيبقى فلتر البنزين فيه مشكله، او البوابه. هم في التقرير في ناس قالوا ان فلتر البنزين مسؤول عن الهواء بتاع البوابه، او عن البوابه لا، هو مسؤول عن البنزين فقط، سائل البنزين
يخش الفلتر ويخرج من الفلتر. طب لما يكون في عندي شك في الموضوع ده، في ناس كتير بتقول ان هو نحط اللي هو السائل اللي هو مش عارف المنظف المنظف ده له تاثير ولا المفروض اروح اغيره؟ لا، هو الفلتر لما بيتد لازم يتغير. ما ينفعش يتنظف؟ ملوش لازمه؟ لا، ما بينفعش يتنظف. يعني خلاص الفلتر ما يتنظفش. احيانا بعض الناس بيروحوا ماسكين الفلتر ده ويخبط عليه ينزل منه الشوائب، بس بتنزل بنسبه ضعيفه، فبرضه هو لازم يتغير. هل لو ريحه العادم بتاعت العربيه مختلفه او ريحه وحشه، هل ده معناه انه الفلتر فيه مشكله او مسدود؟ لو حريق العربيه مش منتظم ينفع يبقى فلتر مسدود. ليه؟ لان هو كميه، كل العربيات متبرمجه بكميه بنزين وهواء مع السبارك او بتاع الشرار بتاع البوجي. اول ما بيحصل خلل، الهواء يقل او البنزين يزيد او البنزين يقل، على طول حريق العربيه مش منتظم. عشان كده بنقول ان هي بتبقى واقفه مش مظبوطه، بتعلى وتوطى، بتتنتش نتش في المشي. ده كل ده تاثير على مدى الاستهلاك. طبعا استهلاك البنزين بيعلى. هو اول ما بيحصل خلل في كميه البنزين او الهواء، لمبه تشيك انجن بتنور على طول. يعني اول لما بيحصل اي حاجه لمبه تشيك انجن بتنور. هو في الحقيقه اهم جزء في كميه البنزين اللي بتخش هو الحفاظ على المواتير. ده اللي الناس بس ما بتاخدش بالها منه. يعني فكره العربيه تنتش دي، ممكن واحد يقول لك دي تنتش وايه يعني مش فارقه. لا، كل التكنولوجي الجديده بتاعت العربيات التوربو بتحتاج كميه بنزين وضغط بنزين معينه. لما البنزين بيقل احتماليه ان الموتور يتكسر عاليه بنسبه 80%. يتكسر من الشوائب؟ مش الشوائب، هو بيتكسر من ضغط بنزين اقل وانت بتجري، فالعربيه ما بتلاقيش البنزين الكافي، فبيحصل مشكله للتربوهات. فكل العربيات يعني الجديده، احنا المعروف عندنا اعتقد ان هو يبقى الزيت، يعني تكسير موتور يبقى فيه زيت، لكن من البنزين ممكن. ما هو الموتور بيتكسر لان حريق ما بيبقاش منتظم، فبيحصل مشكله في الاجزاء الداخليه. البنزين مصدر لازم يبقى ضغطه مظبوط، ولازم يبقى جاي من الترومبه لغايه الموتور بكميه مظبوطه. هل اولا قد ايه عمره الافتراضي، وهل عمره الافتراضي بيتغير بتغير نوع البنزين اللي انا بحطه؟ يعني 95 مختلف عن 92 عن 80؟ اللي بيحط 95 غير اللي بيحط 80. يعني انت لو انت استخدمتي عربيه المفروض تحط لها مثلا 92 وحطيت لها 80، كوني اكيد ان انت بتبوظي كل دايره البنزين بما فيهم الفلتر. فكره عمر الفلتر الافتراضي، عمره بيتغير عامه في الصيانات تقريبا، يعني كل صيانتين، احيانا كل ثلاثه، واحيانا كل صيانه واحده، حسب انت بتتعاملي مع البنزين ازاي. ودايما بنقول خلوا البنزين فوق نص التانك عشان يحافظ على الترومبه، ويحافظ لو في اي حاجه تبقى بعيده عن الفلتر البنزين، عشان دايما نضمن ضغط بنزين مظبوط للموتور يبقى ماشي مظبوط وحريقه مظبوط. طب ليه لما بغير الفلتر ليه العربيه بتاخد وقت عشان تدور؟ ده بياخد شويه بنزين. لما بتغير الفلتر ده بيبقى جواه هواء، فاول لما بنبتدي ندور العربيه بيبقى ده لازم يتعبى بنزين ويخرج من البنزين للموتور. فاول دوره بس بيبقى الفلتر لسه ما عباش هواء. دي لمبه تشيك انجن بتنور في اي حاجه. اي بنزين يزيد، اي بنزين يقل، اي هواء يقل، اي هواء يزيد، بتتلكك دي عشان بتنور. ايوه. هل انواع الفلاتر يعني نوع مثلا بيركب على اي عربيه، ولا في انواع معينه بتركب على عربيات معينه؟ بصي، في عربيات السباق بيبقى في فلاتر مخصصه لعربيات السباق، بنستخدمها حسب الحجم وحسب المصافي الداخليه. المصافي الداخليه بتختلف خاماتها، ستانلس ستيل، من ورق مقوى، من اسفنج بفرق، يعني بيبقى ليهم اشكال كتير قوي. لكن فلتر البنزين الستوك او الستاند بتاع العربيه لازم يبقى مقاسه ثابت، ما ينفعش ان انا اصغر فلتر البنزين. لو كبرت فلتر البنزين ممكن ما يبقاش فيه مشكله. احيانا في ناس بتحط فلترين بنزين، بس ده في عربيات السباق برضو مش في عربيات العاديه، لان احنا بنحتاج ان احنا دايما نضمن بنزين بيور 100% رايح للرشاشات، عشان ما يحصلش اي خلل، اي تنتيشه او خلل تساوي موتور، خصوصا في العربيات السباق عشان هي التربوهات. عشان كده بنقول كل الناس اللي بتحافظ او عايزه تحافظ على عربيات التوربو، تحافظ على ضغط البنزين، لمبه تشيك انجن ما تبقاش منوره، فلتر البنزين، والزيت، دول اهم حاجه. هو ليه زي يمكن ايه ما كانت لسه بتسال، هو ليه زمن معين لازم يتغير فيه، ولا اقدر اطول من عمره الافتراضي زي ما بيقول؟ لا، ما يعني انا ما بقدرش نقول نطول من عمره الافتراضي، لان في الاخر خالص هو قطعه مش غاليه قوي، فما تساويش ان انا اجازف بيها. لا، او بعض العربيات اكيد عربيه، كل ما العربيه تبقى قيمتها اعلى كل ما هتبقى غاليه. يعني فلتر البنزين في العربيات الاغلبها ما بين 100 و200 و300 جنيه، فده اللي ما يساويش. ده العربيات العاديه، لكن ممكن في العربيات الثانيه طبعا بيبقى اغلى بكتير. بس خلينا نقول ان انا مش عايز اجازف بعربيتي عشان خاطر يعني ممكن يبوظ حاجه كبيره قوي قوي. موتور يعني انت فلتر بنزين موتور يعني عربيه فلتر بنزين لو ب 2000 جنيه 3000 جنيه، وموتور بتتكلم بقى ارقام 100000 ولا ب 200000، يبقى غير فلتر البنزين. الفلتر اللي معاك ده معدن صح؟ ده معدن.
في انواع بلاستيك، ايه الفرق ما بينهم في الاستخدام؟ البلاستيك ما بقاش يستخدم قوي دلوقتي. البلاستيك كان ساعات زمان من السخونيه بيتاثر، تلاقيه يتاثر، بيبقى جواه ورق مقوى كده وكان بيتصدى على طول، احنا كنا بنعرف هو كانت مصر الوحيده انه شفاف، فاول ما تبصي عليه بتعرفي ان هو اتسد. لكن دول للاسف ما بنعرفش، في طريقه بدائيه ناس بتعرفها ان هو بينفخ من هنا ويحس، لو لقى ان الفلتر مسدود هو فكه سهل يعني. سهل قوي. ما هو انت عندك ان واوت، فلو نفختي من هنا الفلتر السالك بتلاقي نفختي تحسي ان نفسك خرج على طول، ده تحسي ان انت زي ما كنت تنفخي بالونه مخنوقه، لكن ما بيبقى سالك بالهواء بيعدي منه. دي الطريقه الوحيده، او في بعض الاحيان بيروحوا عاملين الحركه دي. لكن ملوش صيانه مثلا، يروح يتغسل، يروح لا خالص. هو ما يستاهلش وجع الدماغ ده زي ما بيقولوا يعني. هو فكينا فلتر، غيرنا فلتر، وما فيش حد هيبقى عنده استعداد ان هو يقول طب انا هعمل له صيانه او انا هنضفه. طب الخارجي كمان بنغيره؟ الداخلي ده، الخارجي الداخلي ده بيتغير لوحده. في حال ان انا يبقى في مشكله وتسد، ممكن تطلع الترومبه وده يتغير لوحده ويتركب تاني وبيبقى بنفس الشكل ده، لان هو بيسحب البنزين من هنا، فهو بيسحب الاول، لازم البنزين يعدي من دي عشان يجي المكان ده، فما بيسحب دايما بتلاقي الجزء ده. ده بيتغير برضه كل صيانتين ثلاثه؟ لا لا لا، ده بيقعد كتير قوي يعني، ده احيانا بيبقى من عمر الترومبه يعني، ممكن يقعد 30 40 50 الف وممكن 100 الف. يعني ده بيبقى فكره بس لو اتسد برضه يكسر الموتور؟ لو اتسد وفي، بس ده ما بيبقاش في العربيات المواتير العنيفه التوربو او كده، بتبقى فلاتر اكبر، بس ده لو اتسد هيخلي العربيه تنتش وسحبها وحش، وينفع تتسحب الترومبه ويتغير ده لوحده، بعد ما يتغير ترجع العربيه تاني طبيعيه ما فيش اي حاجه. طب برضو مره تانية، الزيادات اللي احنا بنحطها لها تاثير على الفلتر ولا لا؟ كل الاديتيفز او الزيادات اللي بتتحط احيانا بتساعد لتسليك الدوره واحيانا بتفشل، يعني نسبه نجاحها في الموضوع ده ما هياش 100%، ما هياش 100%، هي بتسلك الدوره، بس ما نقدرش نقول ايه عندي رشاش مسدود. لكن ما تحافظش مثلا ان انا كل مثلا 3 4 تفولات احط حاجه من دي يعني، اقول لك انا بحافظ على الفلتر. انا اخر مره حطيتها من 15 سنه. 15 دي ناوي يديك طول العمر يا رب. طب نصايح بقى سريعه كده في الاخر. بنزين دايما الليفل او مستوى البنزين يبقى في التانك فوق النص، ده افضل حاجه حفاظا على الترومبه وحفاظا على كل حاجه. الشتاء ونأكد على الصيف، لان انت قلت بالعكس هو بيبرد. يعني انا دايما بقول ان هو بيبرد البنزين، يعني في ناس بتخاف يقول لك في الصيف لا المفروض ما تحطش بنزين. طول ما البنزين مغطي جسم الترومبه طول ما هو بيبردها، افضل ما تبقى الترومبه شغاله والتانك جوه هواء. دي نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه، الصيانات المنتظمه لفلتر البنزين بتحافظ على الموتور، يعني دي قولا واحدا ما فيهاش نقاش للي عايز يحافظ على عربيته. في الحر بقى ما حدش يفتري في العربيات التربو برضو ويجري، لان الزيت بيبقى بيتاثر، واكتر حاجه بتحافظ على التربوهات والمواتير التربو ضغط البنزين والزيت. احنا قلنا البنزين دلوقتي، وانت كنت يعني من شويه بتقولي لي الزيت، الزيت مهم جدا وما يبقاش سخن، عشان كده دايما بنقول كونوا حنينين على العربيه. يعني ايه ما نفتريش، يعني الواحد في الحر ما يجريش. كل ما الجو بحر ما بجريش خالص، يعني برضه مفهوم او يعني الدارج اللي هو يقول لك لما تجري في العربيه تتهوى الهواء يبقى كده ايه عكس اللي انت تتهوى، بس تتهوى بطريقه ان انا مثلا ماشي خامس 120 فالار بي ام عدد لفه الموتور على 3 سرعه ثابته تقصد، ما نقرصش. لكن انا لو ماشي خامس 180 او 190 والار بي ام على 5 هي مش بتستهوى او مش بتتهوى، هي بتبقى بتتقتل من جوه. هو 80 زي الفل يعني. يعني طول ما انت قرصه بتاخدي الماكسيمم من الموتور، فالزيت بيبقى برضه جايب اخره. شكرا مهتز عاطف، كل المعلومات اللي انت بتعرفنا بيها اكيد. شكرا مهتز. خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله يوم جديد، حلقه جديده 8 الصبح، ابدا يومك صح. باي باي.